بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة هنتابع مع حضراتكم آخر أخبار واستعدادات النادي الأهلي لمواجهة الأسيوطي غدا، اللقاء المؤجل من الجولة السابعة. أيضا عندنا إطلالة على كأس العالم للأندية اللي هينطلق غدا بالإمارات العربية المتحدة. كل التوفيق للأندية العربية. أيضا هيكون عندنا متابعة لآخر مستجدات لدوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج اللي فيه النهاردة هيقام بعض الجولات، وغدا تستكمل جولات دوري أبطال أوروبا. ثم نحلل فنيا طريقة لعب النادي الأهلي، طريقة لعب الأسيوطي، وكل ما يدور في كواليس النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الأسيوطي غدا وإطلالة على الدوري المصري الممتاز. هبدأ مع حركه أخبار النادي الأهلي سريعا. كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده قعد مع كابتن حسام البدري، كان في جلسه جمعت كابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن حسام البدري عشان يبتدوا يحددوا ما سوف يتم في الشتاء، سواء من اللعيبه اللي كابتن حسام البدري بيفكر انه يضمها، المراكز اللي بيدور عليها كابتن حسام البدري. وده شيء مهم انه يقام منذ الان عشان يبتدي دايما تبقى محضر ومجهز نفسك انك لما تيجي تخش في انتقالات يناير بتبقى جاهز في الناحيه الفنيه على المراكز، ويتم انتقاء اللعيبه اللي تقدر تكون على مستوى النادي الاهلي المطلوب. الفتره الماضيه كل اللعيبه ما شاء الله اللي دخلت النادي الاهلي كانت على اعلى مستوى، سواء من اجانب او سواء من مصريين. كابتن حسام البدري ابتدى يبان له الملامح اللي محتاجها النادي الاهلي بقوه. عايزين نقول ان في بعض الصفقات اثبتت وجودها وزياده، زي مثلا ايمن اشرف اللي كان عليه العديد من الاقاويل، ولكن الراجل نزل واثبت نفسه بجداره، اضافه الى باكا الجنوب افريقي. وادي امام حضراتكم ادي ازارو، ايضا واحد من الفراوده اللي بقى له دور مهم جدا وبقى هداف الدوري حتى الان في الموسم، في هذا الموسم، سواء مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا او مع الدوري العام. ايضا خلينا نكمل اخر اخبار انضمام فتحي واجاييه لتمرينه النادي الاهلي. كان تغيب احمد فتحي بسبب ظروف اسريه، وايضا كان جونر اجاييه كان خد راحه وعمل بعض التمرينات في الجيم مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المتألق صراحة في الفترة الماضية، وأدوا تدريبات بشكل قوي جدا استعدادا ان هم يرجعوا مرة تانية في إطار منافسة الدوري العام. نادي الأهلي بيلعب ماتش كل أربع أيام، وده من الحاجات اللي هتشوفه، وزي ما قلنا لحضراتكم مع نجومنا الكبار هيبقى فيه سياسة التدوير وهيبقى فيه كل الأمور هتبتدي تبان الملامح. أدي طبعا علي معلول بيكمل تمريناته واستعداداته مع النادي الأهلي عشان يخش جوه أجواء التشكيل وأجواء القائمة. النادي الأهلي حتى الآن كابتن حسام البدري ضم 19 لعيب: شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد هاني، سعد سمير، وأيمن أشرف، صابر رحيل، محمد نجيب، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، جونر أجاييه، وليد أزارو، باكا وأحمد الشيخ، مؤمن زكريا، عماد متعب، أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، وباسم علي. باسم من النجوم اللي كانوا بره في الفترة اللي فاتت، وهادي أكيد تألقه في التدريب خلى الكابتن حسام البدري يدخله مرة تانية في قائمة النادي الأهلي. الجميل أن 19 لعيب اللي موجودين في القائمة أو قائمة النادي الأهلي بأكملها، أي لعيب جاهز أن هو يكون مشارك مع النادي الأهلي وبيأدي على أعلى مستوى، وده صراحة حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي تحسب للنادي الأهلي وأيضا مجلس إدارته أنه قدروا يوفروا كل هؤلاء اللعيبة بحيث أنها تدي الكابتن حسام البدري حلول. وزي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي ما شاء الله في مسافة كبيرة جدا ما بينه وما بين أقرب المنافسين من الناحية الفنية. أنت دلوقتي بتتفرج على فريق النادي الأهلي من فضل الله جاهز في كل الخطوط، حتى اللعيبة اللي كان بيبقى عليهم بعض علامات الاستفهام من قبل حتى ما ينزلوا للملعب، وده رد على كل النقاد، بتنزل وبتأدي وكأنها موجودة مع النادي منذ فترة. حتى اللعيبة أيضا اللي بتشارك فترة وبتغيب فترة وترجع تشارك تاني بتبقى حاسس إنها ولا كأنها طلعت من الملعب تماما. أبرز مثال صابر رحيل في هذه الفترة، ومن قبله محمد نجيب، ومن قبله حمودي. اللعيبة اللي بتشارك على فترات ثم تغيب وترجع تعود مرة تانية بتبقى حاسس إن مفيش أي مشكلة في النادي الأهلي وفي طريقة استعدادات النادي الأهلي والكابتن حسام البدري. كابتن علي ماهر
الناحيه الثانيه لفريق الاسيوطي ضم 20 لعيب استعدادا للنادي الاهلي، عصام ثروت واحمد دعدور وحماده طلبه، احمد سعيد اوكا، احمد جمال، سليم عبد الخالق، محمد طارق، اسلام صيام، موسى داو، نبيل دونجا، ومهند لاشين، مصطفى كالوشه، ومحمود خالد شيكا، وشريف دابو، ومحمد خليفه، محمد عنتر، واحمد عفيفي، سعيد مراد، وعمر بسام، ونبيل داوودي. دي اخر استعدادات ايضا فريق الاسيوطي اللي هنتابع كل الحوارات الفنية وتحليل مفصل لكل ما يخص مباراة ومواجهة النادي الأهلي مع فريق الأسيوطي مع ضيوفنا الكرام كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن ربيع ياسين، وأيضا ترافولتا الكرة المصرية كابتن شريف عبد المنعم. أكمل مع حضراتكم النهاردة الصراحة في لفتة جميلة من يعني هو الصراحه دايما هو بيعمل هذه الامور، كابتن محمود الخطيب كان بيشارك في تشييع جثمان الكابتن ابراهيم الشيخ ربنا يرحمه ويغفر له ذنبه ويعظم له اجره. وكابتن محمود الخطيب الصراحه في كل هذه الامور بيشارك في يعني الحاجات ديت ما بتعديش عليه، ودي اخلاقه دايما كابتن محمود الخطيب دائما وابدا حريص على التواجد في كل المناسبات سواء المناسبات او واجب العزاء وايضا في مناسبات التكريم. اكمل مع حضراتكم ونروح لموضوع مهم جدا، ادي صور كابتن محمود الخطيب ووجوده مع عزاء الكابتن ابراهيم الشيخ طبعا واحد من نجوم نادي النصر، وكابتن محمود الخطيب كان بدايته في نادي النصر قبل انضمامه للنادي الاهلي ليصنع تاريخ الاسطوره. ادي كابتن اكرامي كبير وحش افريقيا ايضا كان من الناس المشاركه في العزاء، وربنا يرحم يا رب كل موتانا باذن الله. دي حاجه طبعا كانت مهمه جدا، والتواجد في هذه المناسبات امر مهم جدا من الناحيه المعنويه. نكمل كلامنا ونروح لكاس العالم للانديه، البطوله اللي اتلعبت 12 مره ومنافسه قويه جدا ما بين انديه اوروبا وما بين انديه امريكا الجنوبيه حتى الان. 9 مرات تاخدها انديه اوروبا واربع مرات تاخدها انديه امريكا الجنوبيه. خلينا كده نفتكر مع حضراتكم البطوله هتقام في الامارات، هتبتدي اول لقاءاتها غدا، الجزيره الاماراتي هيواجه اوكلاند سيتي. خلينا افكر حضراتكم ان البطوله ابتدت في موسم 2000 مع بداية الألفينات كان نادي كورينشنس البرازيلي ابتداها في البرازيل، وادي أمام حضراتكم بعض اللقطات اللي كان نادي كورينشنس وكان ابتداها. بعد كده في 2005 نادي سان باولو البرازيلي او ساو باولو البرازيلي حصد البطوله في 2005، وبعد كده ابتدى انترناسيونالي بورتو أليجري البرازيلي في هذه البطوله. النادي الاهلي كان واجه انترناسيونالي وكان خسر في الدور قبل النهائي بهدفين مقابل هدف. كان النادي الاهلي صراحه قدم واحده من افضل مبارياته في تاريخ النادي الاهلي امام هذا الفريق اللي كان بيضم الكسندر باتو، وكان عندهم فرود ايضا قوي جدا اسمه فرنانداو، وكان أحرز هدف نادي الأهلي أمادو فلافيو الأنجولي في هذه البطولة. كانت واحدة من أفضل بطولات النادي الأهلي اللي حصل فيها على المركز الثالث بعد ما فاز على نادي كلوب أمريكا من المكسيك. أكمل مع حضراتكم نادي ميلان حصل عليها في 2007 كأول فريق من أوروبا يحصل على هذه البطولة، ثم توالى بعد كده مانشستر يونايتد. كان نادي ميلان حصل على دوري أبطال أوروبا في هذا العام. مانشستر يونايتد الإنجليزي والسير أليكس فيرغسون أيضا في 2008 بعد حصوله على البطولة، ثم جاء برشلونة الإسباني في 2011 قبل أن يعود كورينثيانس البرازيلي ويفوز بهذه البطولة مرة تانية، ويقول أن أندية أمريكا الجنوبية مش بعيدة في 2012، ثم جاء بايرن ميونخ الألماني في 2013، ثم ريال مدريد في 2014، برشلونه في 2015، وريال مدريد في 2016 اخر بطوله في العام الماضي. وادي امام حضراتكم ده اللقاء اللي كان بيواجه فيه ريال مدريد 4-2 على نادي اعتقد اوراوا الياباني في لقاء كان ذهب الى الوقت الاضافي، كان اعتقد كريستيانو رونالدو كان حقق التعادل لريال مدريد من ضربه جزاء ثم احتكم الى الوقت الاضافي وده الهدف الاول للفريق الياباني، وبعد كده اعتقد كاشيما انثرز، وبعد كده دخل كريستيانو رونالدو احرز هدف من ضربه جزاء وعاد بقى ريال مدريد في هذا اللقاء. كان ايسكو كان نزل بديل غير الامور تماما لمصلحه ريال مدريد. الصراحه ايسكو لما بينزل بيصنع الفارق، وكان حتى كريستيانو رونالدو في هذا اللقاء اضاع العديد من الفرص.
خلينا نقول ان فرق اسبانيا مسيطره على هذه البطوله بشكل قوي. ادي ضربه الجزاء اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، يعني الحمد لله ان الذاكره لسه موجوده. 2016 ريال مدريد، 2015، 2014، ادي كده ثلاث مرات للانديه الاسبانيه، وبرشلونه في 2014 وبرشلونه في 2009، خمس مرات بياخدها فرق من اسبانيا سواء برشلونه وريال مدريد، وهم طبعا الابرز في العالم. دي احد الفرص الضائعه من كريستيانو رونالدو. كان بنزيما ايضا بيتعامل مع كريستيانو رونالدو، دي ميزه بنزيما انه بيشوف كريستيانو فين وبيتعاون معاه، بيبقى عنده الباسنج سيلز او زاويه التمرير بالنسبه لبنزيما عاليه جدا، فبيقدر يتعاون. عشان كده دي اهم ملامح ابقاء بنزيما في طريقه ريال مدريد. في كلام كبير جدا ان نجمنا الكبير محمد صلاح في على رادار ريال مدريد في انتقالات يناير، والكلام ده مش بعيد. محمد صلاح يعني الكل ما بياخد خطوه، ادي كريستيانو رونالدو احرز هدف التقدم، كل ما اسهمه بتكبر، وكان شارك امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا مع فريق اس روما وادى اداء جيد جدا، وده اللي خلاهم يحطوه في الرادار. هو مش بس تالقه مع ليفربول اللي بيخلي الناس في اوروبا تبتدي تبص على لاعب، لا ده بيبقى فيه متابعه جيده جدا على مدار مشواره عشان يقدر يحط فيه هذه المبالغ عشان يتعاقد مع لاعب بيبص عليه على مدار مشواره من الناحيه الفنيه، من الناحيه الاخلاقيه والالتزام والسلوك، ودي من اهم العوامل اللي بتدي فريق زي ريال مدريد انه يشارك او يبص على لاعب بقيمه محمد صلاح نجمنا الكبير. كريستيانو رونالدو احرز الهاتريك في هذا اللقاء زي ما حضراتكم شايفين عشان يدي فريق ريال مدريد بطولة غالية جدا عليهم، بطولة كأس العالم الأندية، وبتخليهم يحطوا لوجو ذهبي على قميص فريق الريال، واي فريق بياخد كاس العالم الانديه سواء برشلونه سواء الريال بتبتدي تلاقي لوجو ذهبي على قميص الفريق في الموسم اللي يليه. ريال مدريد هو حامل اللقب واكثر الانديه حصولا حتى الان مع مناصفه مع برشلونه. هل سيتفوق بقى على فريق برشلونه الاسباني في هذا اللقاء؟ لان ايضا معاهم منافسه قويه جدا من نادي كورينثيانس اللي البرازيلي اللي حصل ايضا على البطوله في اكثر من مره، حصل عليها مرتين 2000 و2012، اعتقد كان تغلب على نادي فريق الانتر، انتر ميلانو، لا انتر خد 2010، ففي 2012 كان على ما اظن كان فريق تشيلسي الانجليزي. طيب نروح لماتشات الغد. الجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي مواجهه مهمه جدا. المدرب الهولندي تين كات للجزيره الاماراتي ابتدى يتحدث عن هذه المواجهه. ادي امام حضراتكم متابعه لاخر دوري ابطال اوروبا، ازاي وصل ريال مدريد لفريق لبطوله كاس العالم الانديه بعد ما سحق اليوفي في رباعيه مقابل هدف في الفاينل. ده ادي الجزيره الاماراتي ومنظم البطوله، فريق من الفرق العربيه اللي بتمنى له التوفيق. وادي كوبا ليبرتا دوريس او دوري ابطال اوروبا في امريكا الجنوبيه، وادي دوري ابطال اسيا اللي كان طلع منها فريق اروى ريد دينامونز الياباني اللي تفوق على فريق الهلال، وكنا كلنا الصراحه مع فريق الهلال كنا بنتمنى له التوفيق. هيبقى في مواجهه ما بين باتشوكا المكسيكي، النادي الاهلي كان واجهه قبل كده في بطوله كاس العالم للانديه، وفريق الوداد المغربي من المغرب، ده هيبقى يوم السبت غدا هيبقى الافتتاح. وفريق اوكلاند سيتي او الجزيره الفائز منهم هيواجه فريق اليابان اوروا في الدور ربع النهائي، ثم بعد كده هيبتدي فريق جريميو من البرازيل. فريق جريميو ده يا جماعه ده الفريق اللي ابتدى فيه رونالدو الكبير، يعني رونالدو الكبير الفلونيو الظاهره، رونالدو نجم منتخب البرازيلي كان بدايته، عفوا ده كان فريق رونالدينيو، كان بدايته مع فريق جريميو البرازيلي. رونالدو الكبير كان ابتدى في كروزيرو، جريميو واحد من الفرق، وحتى كان هيخش معانا كابتن شريف عبد المنعم، كنا بنحلل الدوري البرازيلي في احدى القنوات، وكان دايما فريق الفرق في البرازيل ما فيش فرق بتفضل محتكره بشكل كبير جدا، يعني بيبقى فيه تباينات، ودي من الحاجات اللي بتدي متعه على الكره البرازيليه. ممكن تلاقي فريق بعيد جدا وفجاه بيعمل كذا تدعيم وينفذ
بقوة على البطولة الدوري البرازيلية. فريق ده في الدور نصف النهائي بيبتدي يشارك فرق أوروبا، ودي صراحة حاجة من الحاجات اللي كان العديد من الدول اللي بتشارك في كأس العالم الأندية بتبتدي تشتكي منها، ولكن التنظيم والرعاة هم لهم الدور الأبرز، إن فريق دوري أبطال أوروبا بطل أوروبا ما بيشاركش طبعا منذ بداية البطولة، يبتدي يشارك في الدور نصف النهائي والنهائي، يعني بيلعب ماتشين بياخد منهم بطولة، عكس ممكن تلاقي فريق ابتدى من الدور التمهيدي عشان يوصل للنهائي، سواء فريق جاي من أفريقيا أو جاي من آسيا، أو زي مثلا فريق زي الجزيرة الإماراتي عشان يروح للفاينل لازم هيلعب دورين أو ثلاث أدوار. ولكن فرق أمريكا الجنوبية بتبتدي تشارك هي كمان من ربع النهائي، وفرق أبطال أوروبا بتشارك من نصف النهائي، وده بيبين قد إيه التنظيم لهذه البطولة بيبقى فيه رعاة، عشان طبعا نسبة المشاهدة لما تلاقي فرقة زي ريال مدريد بتلعبك في السيمي فاينل وبعد كده الفاينل، هيبقى نسبة المشاهدة بنسبة كبيرة جدا 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 لكل المشاهدين على مدار العالم. ده فريق باتشوكا المكسيكي، وحضراتكم شايفين البانر ووصوله الى الامارات للمشاركه في كاس العالم للانديه. ايضا فريق اوكلاند سيتي كان تم عرض بعض الصور لوصولهم، لان الناس دي بتوصل بدري. فريق ريال مدريد هتلاقيه بيلعب في دوري ابطال اوروبا ثم يذهب يوم السبت المقبل الى الامارات، ممكن يبقى هناك بقى الجمعه عشان يلعب ماتشه في السبت، ودايما بيبقى اول لقاء بالنسبه لهم بيبقى فيه سياسه تدوير كبيره جدا، ويبتدي يشرك النجوم والكبار التوائل بقى يبتدي يشركهم في اللقاء النهائي على حسب مجريات الامور، زي ما شفنا صراحه على مدار كل يعني الماتشات او البطولات اللي شفناها في كاس العالم للانديه، حاجه كانت مهمه جدا. ايضا النهارده هكمل معاكم على الصعيد العالمي قبل ما اتوجه للشان المحلي. النهارده في ماتشات في منتهى القوه في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى من حيث التنافس على الانديه. تشيلسي الانجليزي في مواجهه مصيريه مع اتلتيكو مدريد من اسبانيا على ملعب سانفورد بريدج في انجلترا، صراحه مواجهه من العار الثقيل، خاصه ان مواجهاتهم في البطولات السابقه كان فيها تفوق الى حد ما الى اتلتيكو مدريد، ولكن تشيلسي في هذا الموسم في الدوري مش على المستوى المطلوب، والعديد من التكهنات والضغوطات على المدير الفني الايطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي انه يفعل شيء في بطوله دوري ابطال اوروبا، لان طبعا كلكم عارفين ان مالك تشيلسي ابراهيموفيتش من المالكين النوادي اللي ما بيصبروش كتير على المدربين، وتشيلسي كان ضمن التاهل برصيد 10 نقاط، اما فريق اتلتيكو مدريد بينافس فريق اس روما فريق محمد صلاح السابق على التاهل، ده اتلتيكو عنده 6 نقاط وفريق اس روما عنده 8 نقاط، مواجهه هتبقى من نار، واتلتيكو مدريد وصعوبه موقفه في المجموعه هو اللي هيصعب هذه الامور. احنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي عادل كوراي. مساء الخير يا دكتور. نعم. اخبارك ايه؟ وحشني. وحضرتك اكتر والله. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. كنت بتكلم طبعا دلوقتي على مواجهات دوري ابطال اوروبا، ابتديت بمواجهه تشيلسي واتلتيكو مدريد، ومواجهه صعبه على الاتلتيكو خاصه انه بينافس اي اس روما. النهارده ايضا روما عنده كارباخ من اذربيجان، مواجهه الى حد ما سهله ولكن ممكن تحدث مفاجاه. ايضا هكمل مع حضرتك بقيه المباريات وبعدين استعرض معاك بقى كيف تراهم. برشلونه هيواجه سبورتنج لشبونه البرتغالي، اولمبياكوس من اليونان هيواجه اليوفي، وعندنا بنفيكا هيواجه بازل السويسري، مانشستر يونايتد هيواجه سياسكا موسكو، وكلنا بقى نبتدي نركز مع انديه روسيا. سياسكا موسكو ده في كذا لعيب في المنتخب الروسي، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان واحده من اقوى المواجهات، وفي الاخير سيلتيك امام اندرلخت البلجيكي. تمام. هو يمكن زي ما حضرتك قلت المجموعه اللي فيها تشيلسي واتلتيكو مدريد وروما هي اللي عليها العين شويه. تشيلسي ضمن التاهل تماما، لكن على الاقل هيلعب على حصوله على نقطه على الاقل عشان خاطر يضمن المركز الاول. نعم. المجموعه اتلتيكو مدريد فرصته صعبه جدا لانه لازم يكسب تشيلسي في لندن النهارده، وفي نفس الوقت روما ما يكسبش كاراباخ، وطبعا كاراباخ هو الحلقه الاضعف في المجموعه، رغم كده قدر يحصد نقطتين ويضيع 4 نقط على اتلتيكو، ده هو ده اللي يمكن عقد نقطه اتلتيكو في المجموعه. فطبعا فكره ان خروج اتلتيكو مدريد اللي هو كان وصل 2 فاينل في اخر 3 سنين ووصل سيمي فاينل اعتقد مره كمان او مرتين،
فده هيبقى مفاجاه كبيره جدا. لكن هو زي ما قلت لحضرتك هو مشكلته ان هو تعادل مع كاراباخ رايح جاي، هو ده اللي عمل مشكله كبيره جدا لاتلتيكو مدريد. في نفس الوقت روما ظهر بمستوى كويس جدا في دوري المجموعات، قدر يكسب تشيلسي وقدر يتعادل مع تشيلسي في لندن وكسب روما، فطبعا ده هو اللي عقد نقطه اتلتيكو مدريد. واعتقد دي يمكن الاقرب اذا ما حصلش مفاجاه كبيره قوي يعني من كاراباخ، الاقرب ان اتلتيكو سوري ان روما هو اللي هيرافق تشيلسي الى الدور الجاي ان شاء الله. طيب نروح للقاء بقى برشلونه وسبورتنج لشبونه واليوفي واولمبياكوس، كيف ترى هذه المواجهتين؟ هي يمكن برضه نفس الفكره ان برشلونه ضامن التاهل تماما، وكان الكلام كله ان فالفيردي النهارده هيقحم فريق من يعني العناصر اللي ما بتلعبش بصفه مستمره، لان هو ضامن التاهل وتقريبا ضامن كمان المركز الاول. هيعمل تدوير يعني. بالظبط. لكن على الناحيه الثانيه بقى يوفنتوس عنده مباراه اولمبياكوس لازم عليه ان هو يكسب عشان خاطر يتجنب اي مفاجاه من سبورتنج لو قدر يكسب برشلونه في كامب نو. نعم. برضه يعني المفاجات مش متوقعه قوي، لكن زي ما قلت لك يمكن فكره بس ان برشلونه هيريح عدد كبير من لعيبته الاساسيين، هو ده اللي هيدي يمكن خوف شويه عند يوفنتوس، فهيلعب على الفوز على اولمبياكوس في اليونان عشان يضمن ما يدخلش نفسه في مشكله اذا سبورتنج مش بيكون عامل مفاجاه برضه. طيب هذهب الى مجموعه مانشستر يونايتد ويواجه سياسكا موسكو، ودي مواجهه مهمه بالنسبه لنا احنا كمصريين، لان في لعيبه كتير من سياسكا موسكو في المنتخب الروسي، وخلاص احنا وقعنا مع روسيا في كاس العالم في مجموعه واحده هنواجهها في المباراه الثانيه. كيف ترى هذه المباراه ومانشستر يونايتد متعثر في الدوري وعنده لقاء مهم جدا امام مانشستر سيتي وديربي مانشستر ولقاءات في منتهى القوه في الفتره القادمه لجوزي مورينيو؟ يمكن يونايتد بعد ما كسب اول اربع مباريات في الشامبيونز ليج كان خلاص يعني على يعني كان كله متوقع انه هيصعد، وحسب الامور خسر من بازل المباراه اللي فاتت، فيعني كلكع الدنيا شويه خاصه ان هو 12 وبازل 9 وسيسكا 9، فلو بازل كسب بنفيكا وده متوقع لان بنفيكا ما خدش ولا نقطه في الماتشات الخمسه اللي فاتوا، وسيسكا كسب هيبقوا الثلاث فرق 12 نقطه وهنبتدي نخش بقى في فرق الاهداف. لكن طبعا يمكن فكره ان المباراه في اولد ترافورد ده بيدي افضليه شويه ليونايتد ان هو يحقق المكسب، رغم ان مورينيو كان بيتكلم ان هو عنده لعيبه مجهدين من المباراه اللي فاتت قدام ارسنال، وكمان عنده مباراه مهمه جدا يوم الاحد الجاي مع مانشستر سيتي، فهو بيفكر يعني عارف زي صاحب بالين بقى يعني بيفكر في الماتشين في وقت واحد. طيب سياسكا عندها 9 نقط بالظبط، لان سياسكا لو كسب هيبقى 12 نقطه هيتساوى مع يونايتد وده هيعقد الامور جدا. لكن من وجهه النظر اللي حضرتك بتقولها احنا فعلا لازم نركز، لان منتخب روسيا بقى له يمكن ثلاث بطولات سواء كاس العالم او اليورو اللي فات بيعتمد تماما بتشكيله كامله 23 لعيب اللي معاه في روسيا. نعم. فاحنا لازم فعلا نبص على الانديه دي يعني عندنا النهارده سيسكا موسكو هيلعب مع يونايتد، بكره سبارتاك موسكو هيلعب مع ليفربول. نعم. نبتدي نبص على اللعيبه، لان زي ما قلت لحضرتك هو السياسه الروسيه الفتره اللي فاتت بيعتمدوا على اللعيبه كلهم في الدوري الروسي. وايضا زانت في اليوروبا ليج كل الانديه الروسيه، فكل دول هو هيدينا قوام المنتخب الروسي، نبتدي نشوف ابرز اللعيبه عشان نبتدي احنا نفسينا حتى كفنيين، وبالنسبه للمدير الفني هيكتور كوبر اكيد يعني اكيد هيبص على ويتابع لعيبه المنتخب الروسي بشكل جاي. مظبوط، لان زي ما قلت لحضرتك هو ستانيسلافتشر سوف مدرب منتخب روسيا بيعتمد بشكل كلي يعني 23 لعيب اللي هيخشوا القائمه هيبقوا كلهم بيلعبوا في الدوري الروسي، ده حصل في كاس العالم 2014 وده حصل برضه في يورو 2016. طيب اروح لماتش من نار بايرن ميونخ في اليانز ارينا امام بي اس جي او باريس سان جيرمان، ومواجهه من العيار الثقيل اثنين، واحد منهم حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا كثيرا ثلاث مرات من قبل مع مدير فني قدير ياب هاينكس، ليعود مره ثانيه بقطيره بايرن ميونخ للتتويجات. على الجانب الاخر باريس سان جيرمان والاموال والاموال من اجل بطوله الشامبيونز ليج، كيف ترى هذه المواجهه؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت يمكن بايرن ميونخ هو اللي بيمثل القوة التقليديه بالنسبه لكبار اوروبا في مواجهه باريس سان جيرمان اللي بيمثل القوة المال بقى او الفرق اللي ظهرت مؤخرا بالاموال الغزيره جدا اللي بتتصرف، عنده اغلى اثنين لعيبه في العالم دلوقتي سواء كيليان مبابي او نيمار. هي المباراه يعني ككوره هم الاثنين ضامنين التاهل خلاص وما فيش مشكله ان هم الاثنين ضمنوا وصول دور 16، لكن المباراه تقريبا بشكل كبير جدا لبايرن ميونخ لانه خسر 3-0 في الماتش الاولاني كانت نتيجه ثقيله قوي. نعم. ودي اللي اطاحت بانشيلوتي يمكن وجه بعدها يوب هاينكس لتدريب بايرن ميونخ. نعم. فمباراه مهمه جدا لبايرن ميونخ من وجهه النظر دي انه عايز يثبت ان هم لا لسه تسيب بايرن ميونخ من الفرق المرشحه بقوه جدا للبطوله. عايز ياكد كمان لان كلام كتير الفتره اللي فاتت يوب هاينكس هل يكمل يعني هو طبعا عقده لغايه نهايه الموسم، هل يكمل موسم كمان ولا لا؟ هل هيبقى في مدرب ثاني هيجي في نهايه الموسم؟ كان في كلام عن يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم، كان في كلام عن يورجن كلوب اللي هو مدرب ليفربول. فاعتقد المباراه مهمه جدا مش من ناحيه التاهل ان الاثنين تاهلوا خلاص، لكن مهمه بالنسبه لبايرن ميونخ بالظروف اللي شرحتها لحضرتك. طيب اخر مواجهه سيلتيك الاسكتلندي واندرلخت، هل هي مواجهه من اجل اليوروبا ليج؟
هي مواجهه لليجا اليوروبا ليج، لكن اعتقد برضه شبه محسومه، لان اندرليخت لازم يكسب سلتك، ومباراه اسكتلندا فرق اكثر من 3 اجوان عشان خاطر يخش هو اليوروبا ليج، لان سلتك كسب الماتش اللي في بلجيكا 3-0، فاعتقد شبه محسومه لمصلحه سلتك ان هو اللي هيروح لليوروبا ليج. طيب عايز اسالك سؤال تاني، هل قوه باريس سان جيرمان الهجوميه جايبين 24 هدف حتى الان في دوري ابطال اوروبا، هل ده ممكن يديهم افضليه الى حد ما امام البايرن؟ ممكن طبعا، خاصه ان بايرن عنده مشاكل دفاعيه ظهرت في اخر اسابيع في الدوري الالماني، يمكن بوتينج بيتصاب كتير وبيغيب، هوملز يمكن غاب عن اكثر من مباراه، ابتدى يجرب نيكلاس سوير اللعيب اللي هو جابه السنه دي من هوفنهايم، ابتدى في بعض الاحيان بيرجع خفي جارسيا بيلعب ورده في المكان ده، فاعتقد ان فعلا دي ممكن تعمل كده، خاصه ان باريس سان جيرمان مش بس الثلاثه اللي قدام، يعني مش بس كافاني ونيمار ومبابي، لا شفنا مثلا المباراه اللي فاتت كوراجاوا بيجيب هاتريكس، وشفنا لعيبه بوست الملعب عنده دراكسلر، عنده هو الصراحه عنده فرقتين، وعنده فرقتين يعني على مستوى كبير جدا، يعني حتى دراكسلر ده كل لعيب كل انديه اوروبا عايزاه. بالظبط بالظبط، فعلا قوه باريس سان جيرمان حاليا ما اصبحتش بس الثلاثه اللي قدام، يعني عنده لعيبه لدرجه مثلا لعيب زي لوكاس مورا ما بيبقاش بيلعب احتياطي، هو هيروح السينا احتمال. بالظبط كده، فلا طبعا باريس سان جيرمان اصبح من الفرق المرعبه جدا، يعني اول خساره ليه في الدوري الفرنسي الاسبوع اللي فات، لكن هو تركيزه كله. عايز اخدك عادل، عايز اخدك سريعا ليه الانديه المشاركه سبع انديه في كاس العالم للانديه، عندنا الوداد بطل دوري ابطال افريقيا، الجزيره في الدوري الاماراتي وهو المنظم، طبعا ريال مدريد ابطال اوروبا تشامبيونز ليج، باتشوكا بطل دوري ابطال الكونكا كاف وده امريكا الشماليه، اوراوا بطل دوري ابطال اسيا، وجريميو خد الليبرتا دوريس، واوكلاند سيتي بطل اوقيانوسيا. يعني شايف السبع فرق طبعا مواجهه بتبقى قويه جدا بالنسبه للفرق اللي من اوقيانوسيا، بتبتدي تقابل فرق اسيا ثم فرق افريقيا، وبعد كده يخش التوائل بقى انديه امريكا الجنوبيه وانديه اوروبا، شايف البطوله مش ازاي؟ هي هتبدا طبعا بكره ان شاء الله بمباراه جزيره مع اوكلاند سيتي اللي هو الفريق الدوله المضيفه بيلعب فريق اوكلاند سيتي، ده بتبقى مباراه افتتاحيه. يعني كنا نتمنى طبعا نشوف النادي الاهلي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وربنا يكرم ان شاء الله السنه الجايه في الامارات برضه باذن الله. اعتقد يمكن طبعا اكيد لو سالت اي حد هيقول لك ريال مدريد هو المرشح الابرز، لكن انا شايف ان جريمي وباتشوكا مركزين قوي، يعني حتى تصريحات المدير الفني سواء لجريمي البرازيلي او باتشوكا المكسيكي ان هم لا احنا هننهي هيمنه اوروبا واحنا جايين بكل قوتنا، مش واخدين البطوله انها بطوله، يعني يمكن دايما انت عارف انديه اوروبا بتبص لها انها بطوله شرفيه شويه. لا انا شايف جريمي وباتشوكا التصريحات بتاعتهم ان هم مركزين قوي، هيبقوا اعتقد هيشكلوا تحدي لريال مدريد في البطوله دي، اذا قدروا طبعا يعدوا الادوار، طبعا جريمي هيلعب على قبل النهائي على طول، باتشوكا هيلعب مع الفايز من اوكلاند سيتي، والجزيره هيلعبوا اعتقد البطل افريقيا والفايز منهم هيلعب باتشوكا. عادل كريم المحلل والناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتكلمنا في حاجات مهمه جدا سواء في دوري ابطال اوروبا التشامبيونز ليج او في بطوله كاس العالم للانديه. يا جماعه احنا نطلع فاصل ولا لسه مكملين؟ طيب لحد ما يرد عليا استاذ صبري، استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. عايزين نتكلم مع حضرتك على افتتاح كاس العالم للانديه، كيف تستعد الامارات وايه الاجواء اللي موجوده هناك؟ بطوله مهمه جدا، وصراحه شرف لينا ان دوله الامارات العربيه المتحده هي اللي يعني تقيم التنظيم لهذه البطوله. طبعا هو الحدث بيقام في الامارات وتحديدا في اماره ابو ظبي للمره الثالثه بعد نسختي 2009 و2010، كان سبق طبعا تحقيق نجاح كبير في نسختين السابقتين في الامارات، وده بيحمل الامارات عبء اكبر في تحقيق نجاح يفوق النجاح بتاع النسختين اللي قبل كده. هم الناس كلها في اهتمام كبير جدا بالبطوله على اعلى مستوى، ابتداء من قيادات الدوله للمسؤولين الرياضيين للجماهير والناحيه الشعبيه والجماهيريه والاعلاميه، اهتمام فوق الخيال طبعا بالبطوله، خاصه بمشاركه ريال مدريد اللي كل الناس في انتظاره بشوق كبير. يعني اعتقد ان الحدث نفسه فارض نفسه على الساحه، خاصه ان في مباريات الدوري الاماراتي مستمره دون توقف مع البطوله، لكن طبعا البطوله من جهه الانديه
تجذب الانظار والاهتمام الاكبر، والناس يعني على موعد ان هي تشوف افتتاح بسيط مبسط مبهر حسب رغبه الفيفا اللي بيرفض حاليا الافتتاحات او المهرجانات او الاحتفالات المكبره في افتتاح البطولات، يكتفوا بعرض ضوئي في ملعب استاد هزاع بن زايد في العين. افتتاح مبسط بيكون بشكل انيق لكن مبسط ومدته قصيره حسب الاتفاق، والجماهير على اعلى مستوى في تسويق وترويج للبطوله بشكل كبير. اعتقد كان النهارده تصريح لمدير البطوله عارف العواني قال ان في تم بيع 100,000 تذكره لمباريات البطوله حتى الان. طب استاذ صبري، في حاله مشاركه النادي الاهلي هل هيكون 1000 تذكره بس ولا هتبقى 3000 ولا 7000؟ النادي الاهلي ازاي؟ يعني لو النادي الاهلي كان هو اللي شارك في هذه البطوله. لا مختلف، الوضع مختلف يا محمد. لو الاهلي بيشارك محمد كان بيبيع 100,000 تذكره لمجمل المباريات، لكن ده لو الاهلي مشارك كان 100,000 تذكره للمباراه الواحده يعني. مش لمجمل المباريات. هو ده سؤال. الناس منتظره. والله كنا منتظرين كلنا الاهلي يكون موجود ممثل للكره المصريه والافريقيه. كانت الجماهير المصريه كانت بدات بالفعل تشتري تذاكر من على النت اونلاين، لكن طبعا ما حصلش نصيب الاهلي يوفق بفوز بطوله افريقيا، لكن الوداد ان شاء الله يشرف البطوله الافريقيه كمان وفريق محترم. طبعا كنا نتمنى وجود الاهلي، كان الوضع يختلف كثير حتى على المستوى الجماهيري، وكان في هنا حاله حزن شديده جدا بين مش الجاليه المصريه بس، حتى كمان المنظمين وحتى على المستويات كلها الاعلاميه في خساره الاهلي في النهائي الافريقي. الكل كان بينتظر وجود الاهلي وشعبيته الكبيره واسمه وتاريخه العريض، كان الوضع بيختلف تماما، لكن ان شاء الله في مقبل البطوله ان شاء الله اتمنى تكون بطوله مميزه. طيب استاذ صبري، فريق ريال مدريد متى يصل؟ ريال مدريد بيصل يوم الاحد ان شاء الله رب العالمين، لان المباراه الاولى يوم الاربعاء. وهم حددوا خلاص برنامجهم بشكل كامل وبعتوه للجنه المنظمه، بيشترطوا الالتزام بيه حرفيا بحذافيره، الوصول يوم الاحد، وحددوا اختاروا مكان هم يكون بعيد شويه عن وسط المدينه، بابو ظبي اختاروا منطقه اسمها جزيره الماريه، بعيد جدا عن المدينه وبعيد عن الجماهير، وطلبوا ان يكون كل تحركاتهم وكل تدريباتهم ومواعيد تدريباتهم محاطه بسريه كبيره. حرصا على ان هم يعني طبعا على شكل، لان طبعا كل منتظر اللي هيكون اقبال جماهيري ورغبه في التصوير والكلام ده، هم رافضين الكلام ده، خاصه ان هم واخدين البطوله بشكل مهتمين بيها بشكل كبير، على عكس ما يكون الناس تتخيل ان يكون في مباراه هي بطوله شرفيه او بطوله وديه او كده، لكن في اهتمام كبير جدا بيها وارقام، وريال مدريد بيبحث عن دايما عن انه يبقى رقم واحد، وان يكون بطوله جديده بتضاف في سجل بطولاته. وكمان يمكن في تصريح لكريستيانو رونالدو، تصريح مثير يعني، بيقول ان عنده حاليا مونديال الانديه اهم من كاس العالم 2018، على اعتبار ان هو البطوله اللي هي مقبل عليها خلال ايام يعني. هو برضه مش بعيد على اجواء الامارات يعني، كريستيانو بيجي الامارات كتير. نعم كريستيانو بيجي الامارات كتير لكن مش بيلعب. نعم بيجي دايما الامارات كتير في رحلات خاصه، بيكون بعيد عن اضواء او في منتدى او في. طب استاذ صبري، عايز اسال حضرتك اخر استعدادات الجزيره لاول اللقاءات غدا امام اوكلاند سيتي، طبعا كلنا بندعم فريق الجزيره الاماراتي غدا، مواجهه مش سهله امام اوكلاند سيتي. طبعا المواجهه مش سهله ابدا، الجزيره بيشارك في البطوله دي او بيظهر في الحدث العالمي الكبير ده المره الاولى، لكن اوكلاند سيتي ثامن مره بيشارك في مونديال الانديه، يعني فريق عنده خبرات كبيره ومتمرس على البطوله، حتى وان كان تاريخه بره اوكيانوسيا يعني مش كبير، لكن هو الراجل بيشارك على الفئه بتشارك للمره الثامنه. نعم عندهم خبرات كبيره وعندهم طموحات كبيره، الجزيره فريق جيد، طبعا مش بيمر بافضل حالاته حاليا، يمكن كان في ظروف معينه بيمر بيها، عنده اكثر من غياب مهم جدا بسبب الاصابه، سواء على اللاعبين المصريين او اللاعبين الاجانب، لكن استعدادات الجزيره كبيره جدا، هو بتوجه للعين امس وبيقيم معسكره هناك، وادى تدريباته النهارده بشكل كويس، وفي روح معنويه عاليه جدا، هم بيتمنوا عندهم هدف كبير قوي، طبعا هم مش احلام في فوز البطوله بقدر ما هو الوصول لنصف النهائي ومقابله فريق ريال مدريد اللي بيعتبر بطوله خاصه، هم بيتمنوا ان هم يتخطوا المباراه الاولى ويلعبوا المباراه الثانيه ويوصلوا للقاء ريال مدريد، وده في حد ذاته بطوله بيروها يعني. استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتكلمنا على كل استعدادات الفرق لكاس العالم للانديه، ايضا اطلنا اطلاله على دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، هنبتدي نتكلم على فنيا على النادي الاهلي ومواجهه الاسيوطي، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حديث.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن ناصر. مساء الخير كابتن فاروق، اهلا بيك. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا ترافولتا. اهلا. مساء الخير فاروق، ازيك؟ هنبتدي كلامنا. كان في خبر مهم جدا صراحه، اتحاد الكره بصدد التعاقد مع خبراء تغذيه لاعداد لاعبي المنتخب قبل المونديال. كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال ان اتحاد الكره بصدد التعاقد مع خبراء من اوروبا لمواجهه ازمه اقامه معسكر اعداد منتخب مصر كاس العالم خلال شهر رمضان في 2018، وقال ان اتحاد الكره ايضا هيتعاقد مع خبراء متخصصين بالتنسيق مع الجهاز الفني حول التغذيه والاحمال، التغذيه والاحمال خاصه باللاعبين لمواجهه ازمه الصيام، خاصه ان المدير الفني الارجنتيني هيكتور كوبر سبق واشتكى من فكره الصيام قبل مواجهه تونس في يونيو الماضي تصفيات كاس الامم الافريقيه في 2019، وكان يعني قال ان هو هينسق مع اتحاد الكره بهذا الشان. طبعا انا معايا اثنين من النجوم الكبار ولازم اسالهم في هذا الامر. في البدايه هبتدي معاك كابتن شريف، منتخب مصر هيواجه او هيلعب في روسيا، وروسيا ليها اجواء حتى في الصيف ما بيبقاش درجه الحراره عاليه. بعدين كلنا سمعنا ان منتخب مصر من المحتمل انه يجري معسكر في الامارات، والامارات درجه الحراره بتصل الى الاربعينات. ورفض الراجل. ورفض، ما هو بسبب هذا الشان، عشان فمن اجل يعني من اجل هذا طلب المدير الفني هيكتور كوبر باقامه معسكر في اوروبا ويكون مكان قريب من الاجواء في روسيا. هل تؤيد هذا الكلام؟ مظبوط، من حقه طبعا ان هو يكون اقرب لجميع الاجواء اللي هي موجوده في اللي هو هيلعبها، وهو طلب كمان انه يلعب مع بولندا ماتش تراي ماتش ودي قبل كاس العالم او اي حد من الماتشات الاوروبيه، ورفض تماما ان هو يكون ليه اي تجربه وديه قبل المباراه مع افريقيا او اي بلد عربيه. فده من حقه الحقيقه، ومن حقه ان هو يطمع في كل شيء، في احمال، في اغذيه، في اصابات. انا كنت نفسي كمان يعني اكمل كلام حضرتك في الاعدادات اللي هي كمان الناس اللي هي بدل ما هنستقدم ناس اوروبيين وحاجات، نعمل روتيشن للاصابات يا كابتن الدكتوره كابتن ربيع، دكاتره تطلع بره تعمل دراسات للفتره اللي فاتت دي وترجع بعد 3 اشهر يشوفوا احدث حاجه. انا مره كاس عالم يا كابتن ربيع باريزي بتاع ايطاليا جاله قطع في الرباط، و كان في امريكا، كان كاس عالم في امريكا رباط سيء، نزل اتعالج في ايطاليا يا كابتن ربيع ورجع لعب الفاينل. ودي كانت حكايه. طب ليه احنا ما بنبقاش مطلعين دايما على الحاجات اللي هي ابديتنج دي بالنسبه للطب، بالنسبه للاغذيه، بالنسبه للاحمال، وهي كاتشت يعني زي ما بيقولوا ايه، حاجه في الايد. الحمد لله ان شاء الله تبقى موجوده على طول، ان احنا موجودين في كاس العالم. كاس العالم يعني الدنيا كلها بقى خلاص، يعني الدنيا هناك وهنا، يعني الدنيا موجوده معاك انت هنا وموجوده في العالم كله. وجود مصر هي كمان في حاجه كابتن فاروق، انك انت لازم تعرف ان مسافات في روسيا عاملين نظام انك انت تلف روسيا كلها في الثلاث ماتشات اللي انت هتلعبهم، مش هتقعد في بلد واحده. نعم. يعني هتلعب النهارده ماتش في بلد وهتروح تلعب مثلا تروح في كالينجراد، في بقى في عندك 1700 كيلو يا كابتن ربيع. أيوه. بين موسكو وبين اول بلد هيلعبوا فيها المباراه بتاعتنا بتاعت اورجواي. نعم. طب انت هتروح تسافر في قد ايه؟ يبقى لازم تكون معسكر هناك قبلك 3 ايام، والاوتيلات شكلها ايه، والاقامه شكلها، ده اللي بيتكلم عليه مستر كوبا. نعم. ان هو الراحه اللي هي تقدر تساعده، ما يبقاش فيه راننج على طول، جري، صربعه، عدم اكل مظبوط. فالراجل اللي بيفكر صح باللغه الاوروبيه، باللغه الارجنتينيه، باللغه المحترفيه. نعم. اللي هو كل المنتخبات الكبيره اللي هي متعوده دايما تبقى موجوده في كاس العالم بتدي التنظيم ده، بتدي الاورجنايز ده، بتدي الناس، ودول هيئات كتير قوي الحكايه ماشيه معاهم معروفه من الاول، في ناس بتجيب معاهم الطباخين بتوعهم في منتخبات، وده من زمان قوي، ده من زمان قوي. من الارجنتين كانت بتيجي معاها الطباخ بتاعها، البرازيل، المانيا، كل نادي كانت بتستقدم معاها الناس دي عشان توفر الجو المناسب. لما كنا يا ربيع ما بنقدرش نعمل الحاجات دي واحنا بنروح نلعب في افريقيا، كنا بنعمل ايه؟ بنروح ناكل عند السفير المصري في بيته او اي حد من المصريين اللي هم يعني مضمونين. فاكر انت؟ يجيب لنا المخزن بتاع الجبن والحلاوه. انت فاكر غير احنا بنعمل ستوك واحنا طالعين. كنا بناخد معانا الجبن وكرامي بقى كان استاذ الحاجات دي والفول وكنا بنعمل. انما طبعا الراجل ده بيفكر زي ما انت اتفضلت وقلت، ده اقل اشياء صغيره انك تطلع مطمن اللعيبه، حتى نفسيا بتبقى حاسه ان في حاجه جديده، حاسه ان في حاجه احترافيه. نعم. حاسه في نقله تانية ان انت موجود في كاس العالم. كابتن ربيع، من ناحيه الاحمال ومن ناحيه اقامه معسكر قبل
مونديال روسيا. هل تؤيد ايضا وجود المنتخب في معسكر في اوروبا قبل التوجه الى روسيا عشان نفس الاجواء؟ ايوه طبعا. الاحمال المفروض احنا سامين احمال، ما المفروض ان معاهم مدرب احمال. نعم. يعني هو هيجيب مدرب احمال تاني؟ ما هو مدرب الاحمال الاولاني هو فاهم ودارس وعارف. نعم. وده مهم جدا، مهم جدا يعني. الحته الثانيه اكيد معسكر اوروبا هيعمل اضافه، لان انا المردود الفني لازم احسبه بالورقه والقلم عشان اقدر بامر الله تعالى اشتغل على ايجابيات وسلبيات. انا في كاس عالم لازم استعد محمد بكل ما املك، واتحاد الكره لازم يوفر لي كل السبل اللي اقدر بامر الله تعالى اظهر بمستوى رائع. فاوروبا انا بالتالي انسب، خد بالك. وفي نفس الوقت المسافات، يعني كان اسمع ان كوريا عارضت، بس انت عشان تروح كوريا وترجع فلا. فمستر كوبا لك لا، انا قابل كوريا في حته في الوسط. نعم. عشان برضه ما جيتش اللعيبه، لان كل اللي هنعمله احنا شغلنا كله في مارس. نعم. واخد بالك، قبل البطوله بثلاث شهور. نعم. في مارس بس الشغل كل بتاع الماتشات من مارس، بدايه من مارس لحد كاس العالم، واخد بالك. فالوقت قليل. ده حقيقي. بقى تبقى محتاج ان انت تريح، ومحتاج انك انت تعمل محاضراتك. الدقه مهمه جدا، والخبرات لها دور كبير جدا في التحضير. الجانب النظامي مهم جدا جدا، والنهارده الامكانيات احسن بكتير. طباخ لازم يبقى في طباخ، ده النادي الاهلي بياخد طباخ وياخد. خد بالك منتخب مصر طبعا، انا كابتن اخصائي تغذيه طبعا يا محمد. ده مهم جدا، ده لازم، وفي صيام وفي كده، فلازم يبقى في حاجه تعوض الكلام ده. في الجانب النظامي في موضوع التغذيه مهم جدا جدا. احنا رايحين كاس عالم، وبامر الله تعالى امنا في الله سبحانه وتعالى ثم في اللعيبه والجهاز الفني. فالمفروض ان الناس دي نراعيها كويس قوي ونساعدهم، وهم اللي عاوزين يكونوا نعمله باذن الله تعالى. وان شاء الله ان شاء الله احنا متاكدين بنسبه 100% ان منتخب مصر هيشرفنا ويظهر بصوره رائعه باذن الله تعالى في كاس العالم في روسيا باذن الله. كابتن ربيع، طبعا وجود العلم في طريقه التحضير شيء من الاشياء المهمه جدا. منتخب مصر زي ما قال كابتن ربيع، زي ما قال كابتن شريف، ما عندهمش وقت كبير. بدايه الاستعدادات القويه هتبقى من شهر مارس قبل المونديال. هيبقى عندك شهر رمضان المبارك، بيبقى طبعا له خصائص مختلفة عند كل الأمة الإسلامية، فلازم يكون له تحضير من على أعلى مستوى. وبرضه هرجع أشيل إن النادي الأهلي في موضوع أخصائي التغذية كان أول نادي في مصر بيفكر في هذا الأمر، عندنا دكتور هاني، وده باين جدا لأن دوره مع دور كل الجهاز البدني والفني، بمعنى أنه هو بيتعامل دايما مع كابتن انيس الشعلالي وكابتن ابو العيلة من الناحيه البدنيه، وايضا تحت مظله الكابتن حسام البدري. وده من الحاجات اللي ما شاء الله مخليه النادي الاهلي من الناحيه البدنيه ومن ناحيه الاوزان ومن ناحيه حتى اللعيبه اللي بتتصاب وبترجع تخش في الاجواء تاني، ما بقاش عندها يعني زياده في الاوزان، بتبقى اللعيبه جاهزه انها تشارك على المستوى المطلوب وفي كل الاوقات. وده شيء ايجابي جدا، والكل يؤيده بشده ان المنتخب يستعين بالخبراء من أجل توفير أفضل العناصر المناسبة في معسكر منتخب مصر لاستعدادا للمونديال. إن شاء الله منتخبنا يؤدي مونديال أكثر من رائع. أبتدي أخش بقى مع نجومي الكبار والأهلي والأسيوطي. مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع، النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بسم الله ما شاء الله، يعني فوز فوز فوز، تعادل وحيد وباقي ستة فوز، باقي المباريات فوز تعادل مع طلائع الجيش 1-1. نقول مع حضراتكم كده مشوار النادي الأهلي في الدوري، فوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، ثم فوز على الرجاء بأربع أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، ثم تفوق على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، ثم تفوق على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على المصري بهدفين مقابل لا شيء، ثم اخر المواجهات تفوق امام امبي باربع اهداف مقابل هدف واحد، وكانت واحده من افضل مباريات النادي الاهلي في هذا الموسم. خلينا نقول ان النادي الاهلي بيخش هذا اللقاء بالمركز الثالث وهو عنده 22 نقطه، الاسيوطي في المركز ال11 برصيد 13 نقطه، واعتبارا ان الاسيوطي لسه صاعد من الدوري الممتاز اعتقد ان ده مركز لا باس به. كابتن ربيع، كيف ترى مواجهه الاسيوطي غدا، خاصه انها تاتي في ظل مشوار ما شاء الله بكل ثقه وبكل ثبات بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم؟ هو مفيش حاجه سهله، لكن انا اعتقد ان الفوارق الكبيره اللي بين خبرات النادي الاهلي في الفنيات ترجح النادي الاهلي، هو الاحسن، هو الافضل، هو الاقدر، هو الخبرات، هو
هو القدرات الخاصة اللي بيقدر بأمر الله تعالى توفيق يقدر يشتغل بها خلال أحداث المباراة الفنية. النادي الأهلي يملك حراسة مرمى، يكون خط دار، وسط ملعب، خط أمامي صعب جدا على خط دار، أي خط دار الفريق. الحمد لله الأمور أحسن. النادي الأهلي يملك كل شيء بأمر الله تعالى. أنا من وجهة نظري النادي الأهلي جاهز بنسبة 100%، أكتر فريق في مصر جاهز، وما فيش الحمد لله أي خوف. المردود الفني في وقته، الجهاز الفني يملك، لكن حسب حالة اللعيب وحسب الجو العام وتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن الفوارق كبيرة جدا. النادي الأهلي بقى برضه بيمتاز لعيب النادي الأهلي بالجهاز الفني، إنه بيمتاز مركزين، يعرفوا يعني التزام، يعني نكسب. أنا متهيألي إن اللعيبة إن شاء الله والجهاز الفني بيلعبوا على الأرقام. محمد الماتش إن شاء الله في طريقه مثلا 3 نقاط، البطولة دول بنسبة، لكن الأرقام النهارده احنا بنلعب على أرقام كبيرة في عدد مكاسب كتيرة جدا، في قدرات، في حاجات كتيرة جدا. فبالنسبة لل 90 دقيقة اللي طمنك إن دايما لعيبي النادي الأهلي عارفين طريقة 3 نقاط، زي أنا بلعب على بطولة، يعني التزام، يعني تركيز، يعني المطلوب، يعني كل واحد بيجتهد. والحمد لله احنا عاوزين بقى حسام بأمر الله تعالى إنه ينظم أموره في تدوير اللعيبة، ودي فرصة مهمة جدا، فرصة إن ربنا كارم، إن الحمد لله الأمور ماشية كويس، إن اللعيبة كلها جاهزة. فالأجواء العامة عندنا الحمد لله مستقرة. الحب هو العامل الكبير دايما اللي بيدينا الفنيات الحمد لله على أعلى ما على أعلى ما يكون. النادي الأهلي في أحسن حالاته الفنية، الله يكون في عون أي فريق يا ابن النادي الأهلي. أنا من وجهة نظري لحد ما ندخل في الجانب الفني، إذا كان على المستوى الهجومي أو الدفاعي، النادي الأهلي بفنياته هو أجهز فريق حاليا بفنياته وبخبرات المدير الفني حسام البدري. طب كابتن شريف، النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ومن 8 مباريات فقط لديه 4 مؤجلات، واحدة من المؤجلات هتبقى غدا أمام الأسيوطي إن شاء الله. في حالة الفوز النادي الأهلي سيتخطى حتى النادي المصري في جدول المسابقة، ويبقى خلف النادي الإسماعيلي بس فارق نقطتين. فهل ترى أن مواصلة الصعود إلى القمة ماشية بشكل جيد مع النادي الأهلي؟ الحقيقه النادي الاهلي مش السنه دي بس، الاهلي من السنه اللي فاتت، وانت لو تشوف الاحصائيات اللي موجوده ما شاء الله الله اكبر، اكتر من 45 مباراه ما فيش هزيمه واحده، ماشيين بخطى ثابته، نظام واحد، كيان واحد، فكر واحد، لعيبه على اعلى مستوى، هم اللعيبه قوام مصر وقوام النادي الاهلي وقوام منتخب مصر. مجموعه لعيبه دايما انا وربيع بنتكلم ان هم يملكون احسن لعيبه موجوده في مصر، احسن لعيبه بتنفذ، لعيبه مركزه، لعيبه شايفه البطولات دايما قدامها، لعيبه ما بتدورش غير على القمه والبطل دايما. فهو ده النتاج الطبيعي للنادي الاهلي انه يكون ولا مفيش حد يقدر يقبل غير الصوره دي، لا الاداره ولا الاجهزه الفنيه ولا الجماهير، هو النادي الاهلي صاحب الكيان ده كله. فطبعا لما نعمل الانجاز ده، بس دي حاجه بتزيد لك انت في لوحة الشرف ان انت لما بتبقى ماشي بالشكل ده. الحمد لله الحمد لله ان هم شايفين شغلهم كويس قوي، اللعيبه عارفه حدودها، ما اكفاء كلهم، ما فيش بدلاء، كله زي بعض، لاعب تحت على الدكه زي اللي بيلعب جوه الملعب، ده بياخد 40 دقيقه وده بياخد 50 دقيقه، بيبقوا النهارده في روتيشن زي ما كابتن حسام بيقول، ان هو هيجيب لعيبه يحطها من جوه ويريح لعيبه، لان كل 4 ماتشات كل 4 أيام ماتش. نعم. فالحمد لله المنظومه ماشيه بثبات وبرؤيه واحده بس هي البطوله، وان انا دايما البطل اللي بحافظ على مركزي. وكان المفروض النادي الاهلي احنا بنشجعه بكره في بطوله العالم للانديه، انما الحظ ما كانش معانا بسبب الاصابات وبسبب الايقافات وبسبب ناس كتيره بعدت اساسيين. فثبات التيم والقوام كله عند الكابتن حسام البدري والجهاز الفني كله، بيتمتعوا اليومين دول بكل شيء يدينا علامات ان هو ماشي في مسار صحيح جدا. طيب كابتن ربيع، دخول النادي الاهلي في مباراه كل 4 ايام، ودي من جانب الحمل بتبقى الى حد ما مرهقه على الجهاز الفني وجهاز يعني الاخصائي البدني، بتبقى بالنسبه له مرهقه، لان هيبقى بدايه استعداده هي استشفاء. يعني بدايه استعداده هي استشفاء. عايز اسال حضرتك امر الاستشفاء، لان في العديد من المشاهدين بيسمعوا كلمه استشفاء وهي مش وصل لهم بشكل جيد. عايزين نعرف من حضرتك موضوع الاستشفاء قد ايه اهميته بالنسبه لفريق زي النادي الاهلي بيلعب ماتش كل 4 ايام. طبعا دوره مهم جدا جدا. هو انت
العلم الحمد لله تقدم بشكل كبير جدا. يعني الايام دي غير ايامنا. التكنولوجيا لها دور كبير جدا في التحضير، والخبرات لازم تكون موجوده على اعلى مستوى، خاصه نادي زي النادي الاهلي بحجم الماتشات بحجم البطولات بحجم اللي مطلوب منه، لازم كل حاجه تبقى بدقه غير عاديه. الاستشفاء ده له دور كبير جدا. يعني انت بتدور على راحه اللعيب، اللعيب النهارده بيبذل محمد جهد كبير جدا، اربع ايام، في لعيبه بتلعب وبتيجي 90 دقيقه، الاحمال مهمه جدا اذا كان على المستوى البدني او المهاري او الخططي او حتى الصفات الاراديه، لعيب بيستنزف مجهود غير عادي، المجهود ده لازم اريحه كويس قوي عن طريق طبعا التدليك، انه بيبقى ليه دور في التدليك بعد المباراه، ان يبقى في المختص، خد بالك انا فاكر ان كابتن جوهر الله يرحمه كان بيعمل لنا بيجيب الثلج من بره، نعم خد بالك، ويحطه في المختص عندنا ثلج من بره، لما دلوقتي ما شاء الله الامور بقت احسن بكتير. فدور الاستشفاء الناس لازم تعرفوا ان اخصائي بيقف تدليك اللعيبه، ان يعملوا ساونا، يعملوا بخار، يعملوا واخد بالك، ينزلوا في ميه سخنه، ان يريحوا كويس قوي، النوم يبقى بدري، حاجات كتيره جدا في الاستشفاء. وكمان الراحات ما بين الاوقات، التوقيت، الراحات في عدد الساعات، الراحات ما بين تمرين، ما بين راحه، ما بين ان انا بعمل تمرين لمده 30 دقيقه. فالاستشفاء له دور كبير جدا جدا ومطلوب، خلي بالك، وله دور يا محمد مهم جدا جدا في تحضير الفريق وتحضير اللاعب. ده اكيد، لان عشان تواصل المنافسه وعندك قوام، عشان تحافظ على هذا القوام لازم يكون في نسبه استشفاء عاليه، خاصه في الماتشات المتلقة بالنسبه لجدول مباريات النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي بيشارك في اربع بطولات، وفرض عليه شارك حتى في بطوله خمسه الموسم اللي فات، بطوله الانديه العربيه. ادب حتى محمد، نعم. الضغوط كمان، يعني نعم. يعني لعيب النادي بيتعرض لضغوط عشان الفوز، خد بالك، حط بجانب كل اربع ايام مباراه، خد بالك، وخد بالك، وماتشات وتمرينات، الضغوط كمان. فمطلوب من اللاعب ان ينزل ملعب وجاهز وزينه حاضر وزي الفل. كابتن شريف، اذهب اليك الى الاسيوطي. الاسيوطي في المركز ال 12 وعنده من 11 ماتش 3 فوز 4 تعادل و4 هزيمه، له 12 هدف وعليه 14 وله 13 نقطه. هل هذه وضعية جيدة بالنسبة للأسيوطي في خلال مشواره في هذا الدوري؟ يعني الأسيوطي ده مستقدم حديثا، يعني داخل بوجه جديد بمدرب أهلاوي برضو واعد بيفهم كويس قوي، بلاعب الفرقة لعب مفتوح، كابتن علي ماهر ما بيخافش، نعم، من أي فرقة بيلعبها. فنلاقيه في أول مباراة اتعادل مع فرقة المفروض هتلعب في بطولة أفريقيا السنة دي، مصر المقصة في البداية، فتعادل 1-1 مع، نعم، مصر المقصة، نعم، دي حاجة كبيرة جدا. اخفاقه قدام الاسماعيلي بعدها بعد ماتش، لا عنده الرجاء، كسب كمان، يعني تعادل فكسب، نعم، فادته دفعه وادته سمعه في وسط الفرق ان هو فريق بيعرف يلعب كره مفتوحه على الاجناب، وبيعمل عنده جميع الشكل والاشكال الخططيه اللي هي ممكن توقفه قدام اي فرقه كبيره. خصم الاسماعيلي، والاسماعيلي كمان كان جايب بوجه شرس السنه دي، نعم، تعادل مع المقاولين. ما لسه انا هقول لك انا، هو الاسماعيلي جاي بشكل قوي جدا، بيثبت نفسه في الدوري. المقاولين العرب بشكل جديد، احنا برضو شفناه زي الاسيوطي بيدافع عن اسمه وتاريخه في البطوله، فاتعادل مع المقاولين العرب كمان، يعني مش ما بينزلش الملعب هايب، ودول احسن فرق. لو احنا هنتكلم النهارده علينا بنتكلم على الاسماعيلي المصري، المقاولين العرب، دول من الفرق اللي هي قويه جدا في الدوري. راح يتعادل مع النصر 2-2، النصر برضو زيه زي الاسيوطي، جاي يدافع عن مكانته ودافع عن نفسه، وبيلعبوا كره مفتوحه برضو، نفس الاسلوب اللي بيلعب بيه الاسيوطي بيلعب بيه النصر، وكانت مباراه تعادليه الحقيقه، وكانت مباراه من اجمل المباريات اللي كانت موجوده في الدوري السنه دي. في طبعا ماتش انبي تعادل، كسب بالانتاج الحربي 3-1، تعادل مع انبي اخر ماتش كسبه، كسب طنطا 2-1، اتغلب من المصري، اتغلب من الداخليه، انما بيعود، شوف يعني يتغلب من الداخليه وبعدين مصر، وبعدين يعود يتعادل، وبعدين مع فرقه كبيره، وبعدين يلحق نفسه يكسب مباراه. اذا هو في الساحه موجود وعامل اداء وعامل شكل تخاف منه، تخاف منه اللي بيروح. هل بسبب ايضا وجود كابتن علي ماهر واحد من نجوم الواعدين في التدريب، وكان مدرب مساعد في طاقم التدريب في النادي الاهلي، هل ده بيديله وعي اكبر بامكانيات النادي الاهلي؟
والله هو على النادي الاهلي هو لاعب فرق كبيره زي الاسماعيلي وزي المصري والاسيوطي، لعب مع فرق كبيره قوي بتاهله النهارده ان هو يقف قدام الاهلي والزمالك. نعم. ان هو يكون ليه وجود قدام الفرق الكبيره اللي احنا بنعتبرها واحد واثنين. نعم. الاول والثاني، فهو شايف الفكر بتاعه، هو لعيب كويس كان. هو مش لازم اللعيب كويس يبقى مدرب كويس، بس هو لعيب كويس ومدرب كويس. نعم. حقيقه عامل شكل جميل جدا وبيدي دايما الاعذار لما بيتغلب من عنده، مش بيقول انا اتغبنت انا الحكام عليا انا كذا، لا الحقيقه راجل واعي وعارف بيشتغل ازاي. واي حد يعني بنبارك كمان لكابتن اسامه عرابي ان هو راح مسك فرقه زي طنطا. نعم. اي حد من الفرق الناس المدربين الكويسين اللي هم بيروحوا يمسكوا الفرقه الصغيره اللي هي لسه طالعه او عايزه تثبت وجودها، بيبقى محتاجين يا كابتن فاروق بعض اللاعبين التقال. نعم. اللي هم يقدروا يسند عليهم، يقدروا لما يتاخر بهدف يقدر لا يعوض له ويخليه جوه الجيم تاني. نعم. يعني يرجعه تاني جوه المسابقه جوه الجيم، بيدافع عن اسمه وبيدافع عن اسم الاسيوطي الكبير. فرقه الاسيوطي فرقه كبيره. نعم. شركه كبيره، مش فرقه صغيره يعني ان هي هتفضل طالعه نازله جوه الجدول. انا بتمنى لهم كل التوفيق على الشكل الجميل اللي هم عاملينه دول، هم احسن من ناس كتير قوي. انت لو تقارنهم بالمقصه احسن من المقصه كتير جدا، والمفروض المقصه دي ذو خبره وعندهم مكانه اكتر منهم في الدوري. طيب احنا معنا على الهاتف كابتن ايمن اللامزاين المدير الفني الحالي لفريق اف سي مصر وكان مديرا فنيا لفريق الاسيوطي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا حضرتك كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك وانت طيب. اهلا كابتن شريف وكابتن ربيع. اهلا بيك يا فندم. كابتن بالتوفيق يا كابتن. كابتن ايمن، هل ترى العديد من التغييرات على تشكيله الاسيوطي في هذا الموسم مع كابتن علي ماهر؟ والله هو التغييرات ايجابيه. يعني هو للامانه هم اللعيبه اللي استقدموها مع اللعيبه القديمه عملت اضافه للفرقه. نعم. مع اللعيبه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت قدروا يدمجوا اللعيبه دي بسرعه مع بعض، وحصل التوليفه الموجوده بتأدي بشكل كويس في الدوري الممتاز. طيب هل مين هم كان ابرز اللعيبه اللي كانوا مع حضرتك في الفتره اللي حضرتك كنت متولي فيها الفريق؟ اللي كانوا موجودين كان محمد عنتر ومحمود صلاح، دول هدافين الفرقه تقريبا دلوقتي. نعم. ونيمار، هشام نيمار ومهند لاشين. نعم. دول اللعيبه الاساسيه اللي موجوده بتلعب دلوقتي في الفرقه، وتقريبا هشام وعنتر ومحمود صلاح هدافين الفرقه. نعم نعم. هو محمود صلاح يمكن هو اللي تم استبعاد له للاصابه، ولكن عنتر بيأدي بشكل كويس جدا، وهما الاثنين كانوا عاملين دويتو عنتر ونيمار، عنتر عفوا وصلاح. والسنه اللي فاتت كان نفس الوضع، كان هم هدافين معايا السنه اللي فاتت في الفرقه بسبب من اسباب صعودنا للدوري الممتاز. طب ابرز مميزات عنتر، هل هو لعيب كوره بيحب يمسك كوره في رجليه ولا بيحب يجري في مساحات؟ يعني انا بحس ان عنتر بيمسك الكوره اكتر وصلاح اللي بيجري في المساحات، هل ده صحيح؟ هو عنتر محمود صلاح بيلعب على الجول اكتر من عنتر، بس هو عنتر في ميزه في ميزه في ميزه في كذا ميزه. مهاري بيلعب على الجون برضو، عنده صناعه اللعب وصناعه الاهداف، فعنده الحته دي شامله شويه، بجانب ان هم يعني تحس مهما تديهم من شغل وتكتيك عندهم درجه الاستيعاب عاليه، فبيساعدوك انت كمان ان انت يعني ما عندهمش تشبع، مهما تديهم من شغل لا بينفذوا الشغل اللي هم بياخدوه، فعشان كده بيعلوا بسرعه. يعني انا حتى اول ما مسكت الفرقه كان لافت نظري جدا محمود صلاح وعنتر، وقلت الاثنين دول من اللعيبه اللي هيبقى لها شان كبير جدا. يمكن محمود لما لعبت التقطت في الاسيوطي اول ما بدا معايا ولعب معايا، لا محمود ايده لا اتكمل محمود، وكان في خلال خمس ماتشات كان جايب لي ثمان اهداف في الممتاز به. لولا الاصابه لما انضم للمنتخب المحليين اتصاب بعد شويه، دي اثرت عليه شويه، لكن رجع ثاني الحمد لله بشكل كويس. لكن هما الاثنين عنتر صانع لعب اكتر منه هداف عكس محمود هو هداف اكتر. طيب عايز اسال حضرتك، شايف ازاي فريق الاسيوطي هذا الموسم في وضعيته في جدول الدوري الممتاز؟ بص طبعا كابتن علي ماشي بخطه كويسه، بس ده مش مقياس لان برضه الدوري صعب. نعم. والفرق ما بينه وما بين الفرق اللي تحت مش كبير، وبرضه نحط في الاعتبار ان اللي تحتيه فرق تقيله، يعني وادي دجله، الجيش، من الفرق اللي تقدر ترجع نفسها تاني وترجع وتعدل وضعها بسرعه.
فهو لازم يعملوا حسابهم في النقط دي وما يغرهمش النتائج اللي عملوها لغايه دلوقتي. دي تديهم ثقه وتديهم ثبات في المستوى، لكن ما تديهمش طمانينه ان هم خلاص قعدوا في الدوري الممتاز. لو نفتكر حضرتك الرجاء من سنتين او ثلاث سنين كان متصدر الدوري الممتاز في اول الدوري، وبعد كده وفي السنه دي نزل الممتاز به. نعم. بس انا بقول لهم خلي بالكم المهمه صعبه والدوري صعب ومفيش بنصر انضباط بسيط جدا، وانت لسه برضو عندك ماتشات صعبه، عندك اهلي، عندك زمالك، عندك ماتشات صعبه، لازم تبقى حريص في الفتره. انت شايف ان لقاء الاهلي صعب جدا على الاسيوطي؟ طبعا نادي الاهلي حاليا احسن فرقه في الدوري الممتاز. بص حضرتك يعني احنا لو حسبناها الاهلي في مسابقه وبقيه فرق الدوري الممتاز في مسابقه. كان في منافسه وفي شكل للدوري لما كان الاهلي في بطوله افريقيا وكانت المباريات بتاعته متاجله، فكان الدوري الكراسي الموسيقيه شويه المصري شويه الاسماعيلي شويه. لكن اول ما رجع الاهلي خلاص الامور رجعت لنصابها الطبيعي وبدا الاهلي يبقى بيعزف لوحده في المسابقه، ولو خد المباريات المؤجله وفاز فيها بقى الاهلي لوحده وبقيه الفرق كلها في مسابقه ثانيه. لكن الاهلي فرقه كبيره ثبات مستوى، عنده بدائل كتير، عنده حلول كتير، عنده كل حاجه يعني فرقه بطوله. طيب كابتن ايمن، عايز اسال حضرتك على وضعيه فريق اف سي مصر في الممتاز به، خاصه انه بيأدي بصفه جيده حتى في مباراه الكاس. والله بص حضرتك الحمد لله احنا يعني عملنا الفرقه السنه دي على اساس ان احنا بنصعد بيها الممتاز، يمكن نتائج شويه مش مساعدانا، لكن الحمد لله الاداء مطمننا لان احنا بنأدي بشكل كويس وبنأدي يعني الاسلوب مطمننا، مش قلقنا ان احنا نكون بعيد عن المنافسه. الفرق ما بيننا وبين الاول 5 نقط، بس ان شاء الله نقدر نتدارك الفرق ده قريب في الوقت القريب ان شاء الله ونرجع لتصدر المجموعه. بالنسبه للكاس احنا عملنا مباريات كويسه في الكاس وعندنا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي، نتمنى ان احنا نواصل العروض الكويسه اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله مع النادي الاسماعيلي. كابتن ايمن المزين المدير الفني الحالي لاف سي مصر والسابق للاسيوطي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن ربيع هذهب اليك. الكابتن حسام البدري ضم قائمه فيها 19 لاعب قلناها للجمهور، كيف ترى كيف يبدا كابتن حسام البدري لقاء الاسيوطي خاصه والاداء كان اكثر من رائع امام ام بي ومباراه على اعلى مستوى اداء ونتيجه في التشكيل يعني ولا عموما؟ في عموما هو المتغيرات طبعا، هو يعني في حاجات مهمه جدا، يعني في ظروف مباراه، في متغيرات، في سيناريوهات طبعا اكيد في دماغ الكابتن حسام، وخاصه الحمد لله ان معاه كل لعبه جاهزه، ان الامور ماشيه كويس قوي، ان الحمد لله في الماتشات المؤجله مع ان شاء الله ولما نلعبها هنبقى ترتيبنا في وضعنا الطبيعي هو ان شاء الله اول جدول واول الدوري. ما فيش يعني ممكن اضافه، حسام ما بيخرجش تيجي عن واحد او اثنين بالكثير، ممكن ده لو ثلاثه يبقى كثير جدا يعني. انما هو لازم يعني حسام يحط في اعتباراته حاجات كثيره جدا، هو مطلوب الابداع ومطلوب الجراه الغير عاديه، لان ده الحمد لله الامور ماشيه زي الفل من وجهه ما فيش امور صعبه، لكن هو بيلعب 4-2-3-1، احنا عارفين ان بيلعب على نسبه كبيره جدا من الاستحواذ عشان يقدر ينهي هجمه بشكل ايجابي، عنده رباعي مرعب محمد طبعا اللي هو الامامي في الثلث الامامي، عنده تنظيم جيد على مستوى الملعب طولي او عرضي، كل لعيب له وظائف مجموعه وظائف بينفذها على اكمل ما يكون، الجانب الفني في النادي الاهلي ثابت طول الوقت، الجانب الفني بيهتم بالكوره طبعا 4-1-4-1، حسام عاشور بيقف قدام المثلث الدفاعي القلب الدفاع، وبعد كده السوليه بياخد الدور الهجومي او احمد فتحي لما كان موجود عشان يبقوا رباعي وسط ملعب مع ازارو راس حربه السريع. هي دي بقى اللي موجوده وميزه عن تيم النادي في الثلث الامامي محمد، ان عشان الهجمه بينهيها ايجابي، بيوصل كتير جدا وبنخلق فرص كتير جدا عن طريق التمريرات، عن طريق التحرك، عن طريق التمركز، عن طريق الترابط الرباعي بيروح. النادي الاهلي عنده ميزه ان بيوصل كتير جدا واللي بيوصل بيسجل، خد بالك، فدي ميزه رائعه في تيم النادي الاهلي. الجانب الهجومي دايما الله يكون في عون اي فريق منافس، لان عندك 7 لعيبه ثابتين بيتحركوا على طول وبيشتغلوا على طول عشان يكسبوا المباراه. ده الشكل الدفاعي طبعا انه بيضغط من امام، وطبعا يعني الفوارق كبيره جدا، مش هنقول زون ولا لا، لان الفارق الكبير في الفنيات وفي الخبرات ما بين الاسيوطي والنادي الاهلي، النادي الاهلي هو الافضل هو الاحسن، هو الخبرات هو الفنيات، اللي عاوز النهارده يشوف فنيات
يشوفها في تيم النادي الاهلي على المستوى الدفاعي الفردي والجماعي وعلى مستوى الهجوم الفردي والجماعي. الفنيات في نادي وحيد بس في مصر، انا بتكلم ما ببالغش، لا بتكلم باصول وبنتائج وباداء النادي الاهلي. فانا قصدي النهارده الشغل الفني عند النادي الاهلي كتير. علي ماهر ان شاء الله بلاعبته عليه النهارده ان هو هيقابل كتير يا محمد، لازم يفكر ولازم يركز ولازم يدافع ولازم يهاجم. التنويع الهجوم والحلول الهجوميه في النادي الاهلي كتير جدا. فاللي اقصده ان الماتش هيبقى طبعا للنادي الاهلي من وجهه نظري طبعا. كابتن شريف، حضرتك متابع جيد للدوري العام وشايف فريق الاسيوطي، هل فريق النادي الاهلي هيواجه الاسيوطي بنفس تشكيله امبي ولا هيبقى فيها تغييرات؟ والله لحد علمنا ان احنا كابتن احمد فتحي هيريح الماتش ده، زي كابتن حسام بيقول شايف انا مش الفرقه زي ما عمل مع سوليه، هيبقى فيه احمد فتحي برضو الروتيشن اللي هو بيحصل وده مصلحه الفريق، هي ضغط ضغط ضغط. طب هل هيقعد سوليه ولا يخش اكرم توفيق؟ لا اعتقد ان هيبقى فيه تدريجي لاكرم توفيق، يعني لو دخل هيخش سوليه تاني يعود لاذن ما كانش فيه اصابه. نعم. وهو بيعمل ابجريد دايما في الملعب، يعني لما بيكون محمد هاني موجود بيديله الفرصه ان هو عايز يلعبه. محمد هاني هيخش في الجانب الايمن؟ هيبقى موجود في الجانب الايمن بس طبعا. بس هاني دخل قائمه. دخل القائمه عشان كده انا بقول لك في لعيبه هو بيحاول يريحها عشان المباريات، واعتقد مباراه الاسيوطي غير المباراه اللي بعد الاسيوطي غير المباراه اللي بعد الاسيوطي، هيقابل بعد كده هيقرب بقى من مقابله الفرق اللي هي الكبيره اللي لعب مع المصري ولعب مع الاسماعيلي ولعب مع انبي، ناقص له مصر المقصه، ويبقى عدى بقى على ايه؟ الفرق الكبيره اللي هو الفرق الثقيله اللي هو والفرق اللي هو بيلعبها احنا ما بنقولش عليها صغيره على فكره، ما حدش بيسمي اي فرقه موجوده دلوقتي بعد اللي عملته الرجاء في الفرق تعادل وفوز. نعم ده حقيقي فعلا امام الزمالك وتعادل تاني قدام الزمالك، فده شكل بيخض برضه ان الفرق دي ما بقتش بقى ليها انياب برضه انها تعرف تروح على الجون، وعلى ملاعب معينه لما بتلعب بتأدي 10 على 10. انا عايز اقول لك على حاجه على فرقه النادي الاهلي، زي ما يكون اللعيبه عرفت النو هاو بتاع الملعب او كيفيه التعامل جوه الملعب. نعم. انا بقيت بتفرج على فريق بيعرف يتعامل على الخطوط كلها. عنصر اساس امتلاك الملعب هو تقارب الخطوط. فاعتقد ان الخطوط بقت في النادي الاهلي متقاربه جدا، اللعيبه متقاربه جدا، مفيش كوره بتترد دلوقتي وتبقى هجمه مرتده عليا الا في حالات استثناء، احنا مش مفيش فرقه هنلعبها مش هتروح على الجون عندنا، لا بيروحوا. حته نص الملعب اللي هي بتبقى انت ضاغط وموفر لنفسك التحكم في الكوره المرتده من ناحيه الربيع قال على الخمسه او السته القدامانيين انهم اقوياء جدا، بس في حته لازم يبقى فيه تغطيه من حسام عاشور والسوليه او احمد فتحي وحسام عاشور لما كان موجود. النادي الاهلي عرف طريقه اللعب جوه الملعب، انتشار اللعيبه جوه الملعب، كل لاعب حتى لما بيعمل سويفت او تشينج او بنسميه تغيرات في الملعب او تغيير اماكن، اللاعب الثاني بيرد مكانه على طول من غير فلسفه من غير اي حاجه وبيحس بيه. حكايه ان انا ابقى عايز اجيب انا الهدف الاولاني ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انت عندك ازارو النهارده بيروح للجول اكتر من مره. نعم. مره واثنين وثلاثه بيقع منه حاجات تقدر يستفيد بيها اجاي، يقدر يستفيد بيها مؤمن، يقدر يستفيد بيها عبد الله، فده بيفتح ثغرات كتير قوي. هو الدنيا قفلت معاه وبيجيب جول بطريقه صعبه ماشي، هل هيستمر له بس الشكل ده؟ نعم. الشكل ده يخض برده ان في لعيب بهذا الشكل انه بيروح سهل على الجول بالسرعات دي. ف عوده انا سمعت ان عوده عماد متعب ممكن تكون موجوده جوه المباراه. هل ممكن متعب يبدا؟ وممكن متعب يبدا ويبتدي في الهاف تايم الثاني، المره دي بقى مش خمس دقائق وثلاث دقائق واربع عشر دقائق، لا ممكن يكون ليه حجم ان شاء الله كبير من الوقت وممكن يبتدي بيه. هو عماد متعب لسه هيثبت لنا هو لعيب شكله ايه؟ لا انما هو اللي انا كنت عايز افسره لك واللي انا شفته وقاعد بتفرج. بص لو بنتفرج احنا شايف الكوره بتلعب اللعيبه خمسه في ناحيه واحده الانتشار واثنين بيتحركوا لهم عشان يخلصوا الجول، الكره بقى توفيق وعدم توفيق ان هو يلعبها بهذا الشكل، ممكن كانت تخش يعني او كل الناس بيقول لك لازم يلعبها في الناحيه الثانيه، هو اللي موجود في الملعب وهو الكره اللي جات له هو اللي شايف الاداء شكله ايه وتحت رجله واللعيبه الثانيه اللي جايه بتغطي عليه. وشوف ثلاثه كانت فاروق اربعه بقينا اربعه دلوقتي او ثلاثه بيخشوا ناحيه، يعني في دفاع
يعني في هجوم، يعني في انتشار، يعني في شكل يخليك وانت بتتفرج على الفرقه دي في اي وقت تحس ان في ثانيه يكونوا عند الجول، لما بيتاخروا حتى بهدف يقدروا يرجعوا بهدف واثنين وثلاثه واربعه. مع الربيع احنا ما شاء الله احنا احسن فرقه موجوده في مصر، حتى الكابتن المدير الفني القديم بتاع اسيوطي قال لك النادي الاهلي دي حقيقه، حقيقه على الواقع وحقيقه على احسن فريق. احسن فريق الحق هو فاروق كان على طول يقول لك الاهلي حديد ده حقيقه يعني. طيب انا احنا بنامن على الكلام انت بتقوله، بس ده الواقع هنا الملعب. الملعب عندي انا هنا ما شاء الله، حتى العين ضربت في محمد الشناوي، فشيف عوده شيف اكرامي يا كابتن ربيع هتبقى موجوده، وبنتمنى لاحمد عادل عبد المنعم برضه نشوفه انه بيأدي اي ماتشات موجوده في الدوري. بقت المساحه يعني بعد الجزء الاولاني او الريتم الترم الاولاني في الدوري، اعتقد ان الاهلي هيبقى عنده مساحات يا كابتن ربيع كتير قوي. اللي نفسك فيه ان اللعيبه كلها هتلعب بقى، يعني يقدر يبتدي من غير ازارو، يبتدي من غير اجاييه، يبتدي وهيبقوا موجودين برضه. هو ما بيتكلم بيقول هو في كلام هنعمل روتيشن بس انا ما اذيش نفسي، هو ما اذيش نفسه في يعني كلام ان وليد سليمان مش هيبدا فعلا. دي حاجه احنا ما نعرف يعني. انا كنت مثلا بقول لكابتن ربيع انا شايف حمودي في التمرين 10/10 او يوم الاحد، اتفرجت عليه ربيع هايل وعنده ثقه ورجع تاني وبيستلم الكوره وبيلعب مع اللعيبه، وانك انت ترجع تاني وتخش جول فرقه تاني دي حاجه صعبه وسهله. انت السهل انك انت اللي عليك انت الحمل كله ان انت تدخل نفسك جوه زي صالح جمعه كده، ما اعرفش ازاي يرجع وازاي موجود، والفرصه الذهبيه اللي كان الناس كلها بتتكلم عنه انه عنده منتخب مصر وعنده كاس عالم، جول زي ده ما شاء الله. دي امكانيات بقى، دي امكانيات رؤيه، امكانيات تنفيذ، امكانيات الناس بتتمرن مع بعض في ده، ما جابهاش صدفه كده. ده اكيد لعبها مره واتنين. حسام بيحجم الملعب وبيقسمه جوه، بيدخل بيه جوه زي يعني، وعنده هو وكابتن ربيع وكابتن مختار حته في التمرين انا شفتها بيقفلوا الملعب وبيخلوا اللعيبه دايما كلها تحت ضغط، فتحت ضغط يعني تنفيذ بكوره بهذا الشكل. فاعتقد انها خدت احسن هدف الاسبوع اللي فات ده كله. الكوره دي انها فيها فكر وفيها مهاره وفيها تنفيذ وفيها تحركات، فده ما بيجيش ولاده او صدفه يعني. ما بقولش انا بلعب في الماتش كده، لا، اكون انا شفتها قبل كده وجربتها قبل كده البليسنج دي واتمرنت عليها، عشان كده التنفيذ بيبقى جوه الملعب. طيب كابتن ربيع، كابتن ايهاب جلال مدير فني انبي خطر امام النادي الاهلي بفتح الخطوط، غير طريقه اللعب ل 3-4-3، كان لعب امام الاسماعيلي بنفس الطريقه، ولكن امام النادي الاهلي الامور ذهبت الى 4 اهداف و العديد من الفرص كان ممكن فرق الاهداف يبقى اكثر من ذلك. هل يخاطر كابتن علي ماهر امام النادي الاهلي، ولا هيقابل النادي الاهلي كباقي اي فريق بيقابل النادي الاهلي ثلث ملعب وتقفيل المساحات على النادي الاهلي؟ لا، هو ما يقدرش يخاطر، حساباته مع النادي الاهلي لازم تختلف تماما. النادي الاهلي زي ما قلت فريق جاهز، نعم، بدنيا ومهاريا وخططيا، يعني الله يكون في عون اي مدير فني بيقابل النادي الاهلي. النادي الاسيوطي السنه دي وصاعد حديث، عنده افراد، عنده قدرات، نعم، عنده نتائج كويسه، كسب 3 ماتشات وتعادل في 4 وغلب في 4، نعم، المعدل بتاعه ترتيبه ال 12 تقريبا، نعم، ولكن انما مش على الاهلي. من وجهه نظري انا الاسيوطي لازم حساباته تختلف تماما. اولا قبل ما اتكلم على ان احنا لازم يا محمد نشوف شريف اكرامي. شريف اكرامي بيتبادل مع الشناوي ليه؟ عشان كاس العالم. شريف تعب في كاس العالم، وجوده مهم جدا. بالك وهنا برضه حرق التغيير انت بتعمل، بتدخل شريف برضه كان اساسي، يعني لو انت اعتمدت عليها شريف ماشي في عمل، كان عنده فورمه فنيه في الموسم الماضي رائع شريف. عاوزين برضه نشوف، خلي بالك، نشوف احمد ياسر ريان، عاوزين نشوف عماد متعب بالظبط. بس هسال حضرتك سؤال مهم، هل تالق الشناوي اللافت للنظر في المباريات الماضيه يكون دافع قوي لشريف انه يخش يشارك بقوه؟ لا طبعا، هو شريف كده كده بيرتاح، لكن الشناوي متالق وهايل وفورمه. لكن انا بتكلم على التغيير، انت عندك من 3 ل 6 عندك 3 بره على الخط ممكن تدخل، و3 تبتدي بيهم الحمد لله والامور ماشيه، لان انت عندك ميزه ان كل اللعيبه جاهزه. اي مركز بتحتاج، لما معلول وقع لقيت حسين، لما حسين اتصاب لقيت صبري، والثلاثه ماشيين بشكل واحد دفاعيا وهجوميا في فورمه، خد بالك جاهزين. عاوزين نشوف متعب، عاوزين نشوف، خد بالك، باك، عاوزين نشوف اكرم توفيق، عاوزين نشوف احمد الشيخ، كل دي لعيبه يا محمد مهمه جدا. فجانب الدفاع طبعا، يبقى دفاع هجومي،
هيلعب مرتدات ما يقدرش يفتح، لان انت لو فتحت مع النادي الاهلي واديته مساحات، ادي مساحات لعبد الله السعيد، ادي مساحات لاجاي، ادي مساحات واخد بالك لازارو، ادي مساحات لسوليه، ادي مساحات، هتتعب. ما ينفعش مدرب الناصح مع اللعيبه لازم ازاي يدافع، ازاي يقفل، ازاي يزحم، ازاي يعطل الكوره، ازاي يفسد الهجمات، ازاي يقابله. طبيعي جدا يعمل زون، طبيعي جدا، الا بقى لو لياقته، هل لياقته البدنيه هتقدر تسعفه ان يضغط منها؟ مستحيل. يبقى تلتين الملعب على الاقل عشان اقدر انظم اموري وقت مجموعات اللعب، في اليمين مجموعات لعب، في الشمال مجموعات من العمق، بسحب له وسط الملعب وبلعب باكثر عدد. الخمسه بتوع وسط الملعب النهارده دور مهم جدا، الدفاع الخمسه بتوع الاسيوطي، لان يلعبوا خمسه ضد خمسه، واحد ضد واحد، اثنين ضد اثنين، لحد ما نوصل خمسه ضد خمسه. القدرات الخاصه بتاعنا بتظهر هنا في في في, في المواجهات يا محمد. في الثنائيات طبعا مفيش كلام. فالطبيعي جدا ان الكره في اليمين ده لازم اقفل اجنابي، الاهلي عنده جناب ما شاء الله، عنده العمق عبد الله، بلاي ميكر، لعيب هايل بيقف، ممكن يعمل تمريره حاسمه تروح بيها ياخد بالك ازار، وهو ممكن التصويب المباشر، حاجات كتيره جدا في وسط الملعب. الخمسه ضد خمسه هو بقى كل الشغل بتاع خمسه وسط الملعب بطريقته، اذا كان بيلعب 4-2-3-1 او 4-3-3، او اعتقد هو المدير الفني الذكي اللي يقدر يشوف فرقه النادي الاهلي بتلعب ازاي، ويقدر يقفل، ويقدر يبقى صبور جدا، وفي نفس الوقت يعطل اكتر وقت ممكن بالنسبه لوسط ملعب النادي الاهلي. تعطيل تعطيل تعطيل، يعني النادي الاهلي لو لقى وقت في فنيات بيسجل، بيوصل يا محمد. فانت عندك 90 دقيقه، انا بقى السيناريو على مهل ال 90 دقيقه ازاي، ده مهم جدا، لان طول ما الكوره مفتوحه، طول مساحه موجوده، طول ما في تمرير، طول ما في تحرك، هو ده النادي الاهلي. خد بالك طول ما في وصول للثلث الامامي يبقى في خطوره. فمن هنا اعطل ازاي دي بقى، اكيد ان علي حفظ الفرقه وشافوا لعيب النادي الاهلي وهيلعب على المرتدات. طيب كابتن شريف، احنا اتكلمنا على طريقه اداء الاسيوطي، وتوقع كابتن ربيع ياسين ان الاسيوطي هيلعب بتنظيم دفاعي والمرتدات، اذا كيف يفك النادي الاهلي هذا التنظيم او التكتل الدفاعي؟ اولا هقول لك حاجه فاروق، مش عشان انا بلعب اسيوطي انزل الملعب ضامن ان انا تحركاتي كويسه، زي ما احنا قاعدين كل مره بنقعد نقول بنتحاكى وبنقول على لعيبه الاهلي وبنتكلم على الاداء الهائل اللي هم فيه. بس انا دايما عندي مقوله، اي ماتش ده ساعه ونص جداد عليا، انا ما اعرفش حالتي شكلها ايه، لعيبتي شكلهم ايه، استعداداتهم، تركيزهم. فاول ما الصفاره بيصفر الحكم ونبتدي المباراه بنشوف الشكل، شكله لازم يبقى لعيبه مركزه كويس قوي، انها دايما المقوله اللي انا وكابتن ربيع وكل اسامه مكان موجود بنقول لازم الماتش يخلص في اول 10 دقائق، لازم التركيز، لازم الضغط. طب النهارده هتفتح مساحات للاسيوطي زي ما حصلت في الماتش اللي فات، يمكن ساعدنا كتير قوي فرقه انبي انها بتلعب على 3 ورا، وانا حسيت ان الجول ساعات بيلعب ليبرو، طلع في حاجات كتير قوي، اجايه خدها منه ورجعت له، كان هيحطها في الجون الفاضي بسبب ان هو بيبقى جاي طالع بره 18 على طول، بيحاول يبقى الباك الرابع بتاع الثلاثه اللي بيلعبوا ورا، وحكايه الاوفسايد جيم دي. نعم. النادي الاهلي هو صاحب القرار في الملعب، عايز يخلص الماتش ويسهل الماتش على نفسه، ولا عايز واحده واحده ومن غير ما حد يتعور وناخدهم بقى ايه بالراحه، وان تو ومن العمق، والحاجات اللي هي ينسوا بقى، ينسوا كل الحاجات اللي هي بتميزهم والحاجات اللي هي بتكسبهم والحاجات والرؤيه اللي قالها ربيع. ربيع بيقول لك عبد الله السعيد بيروح نازل وعامل تشيب كده الواحد هو جون بسهوله للسرعات اللي موجوده. ولما في ماتش يا كابتن ربيع جه يلعبها الواحد راحت رايحه لوليد سليمان خدها وتراه وبيشمال الماتش المصري، ما كانتش ملعوبه الوليد، كانت معوبة للفيرود لاجاييه اللي كان قاطع الناحية من، والتاني بيقطع من وراه، يعني في اثنين لو عدت من ده بتشوفها كتير قوي في ماتشات اوروبا، الثرو باس بيبقى ملعوب لواحد بيقابل اللي جاي قاطع من الناحية التانية مش متشاف، حتة اللي مش متشاف دي كمان خطيرة جدا، عليك وليك، عليك وليك ازاي يعني؟ يعني أنا النهاردة ببص ألاقي راجل مشي بالعرض وسعد سمير بيجري ورحيل هناك، ومفيش غير لعيب واحد جاي يا كابتن ربيع من إنبي، ها؟ ونفس الكره اللي خسرنا بيها ماتشات الوداد بتاعت افريقيا، لعيب واحد اللي جاي، وانا احنا واقفين 2-3 مش عارفين نمسك الراجل اللي جاي ورا ده، يعني نميل ناحيته شويه، نيجي يعني فهمني يا فاروق؟ يبقى الدنيا متظبطه، اللعيبه حاسه بنفسها. اتكلمت في 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 حاجه مهمه جدا، دي الثغره الوحيده اللي موجوده عندنا، السلبيات احنا دي ثغره. لا انا عندي ثغره، انا بتفرج على فرقتي برضو ايه اللي بيعمل الشكل الهجومي عليا ده، ازاي انا فرقتي بهذا الشكل وفجاه كده ابص الاقي ان انا بتهدد،
ابو سنه بيخش فيها جول. انت عارف الجول اللي دخل فينا بتاع امبي شكله عامل ازاي؟ نعم. دول خمسه على ثلاثه، خمسه امبي على ثلاثه. نعم. من النادي الاهلي. نعم. ده ما ينفعش التمركز ده، ولا ينفع رد الفعل يبقى بالشكل ده، ولا ينفع الروح بتاعه العرضيات اللي هي بتاعه امبي تبقى اقوى مني انا كروح ديفندر. نعم. انا الديفندر عندي بشوف اولوياتي، وبعدين اطعم في نص الملعب، وبعدين نص الملعب يطعم مع الفراوده. لازم نمشي بالاساسيات وبالفكر اللي هو فيه الانتصار. ده الهدف اللي جه في مرمانا في هذا اللقاء. بص الكره بتتلعب، احنا بيتلعب علينا بالشكل ده. بص بقى كم واحد انا نفسي يوقف الكره، شايف اربعه على ثلاثه، والثلاثه مش ماسكين اي واحد وبيبصوا على اللي بيلعب الكره بالعرض. زي المره برده بعدها بكوره واحنا كسبانين 2-1 في تاني تايم، الكره راحت وسعد سمير بيجري وراح قبل ما يلحق يشوف الراجل اللي جاي من ورا. اهو هنا هتبان اكتر يا كابتن. بص ادي واحد اتنين ثلاثة، خدت بالك؟ والراجل هو بيقول له هات لي، يعني كان ممكن يلعب اللي هو بره ده كمان. هنا في حوالي مفيش حد، كله باصص على اللي بيلعب الكورة. من امبي على أربعة من النادي الأهلي، والتلاتة أو التلاتة بيجروا على واحد بس، يعني ستة حتى على أربعة يعني. حتى محمد هاني ما وقفش. نعم. يستقبل أي كورة جاية من الناحية التانية. الكورة اللي راحت له وراه لو كان عمل أي شكل دفاعي هنا في الناحية دي ممكن ما كانش يلعبها بالارتياحية دي وتروح في الزاوية بهذا الشكل، يوقفها عايز يكون حصل تعطيل في أي حاجة. فإحنا ما ينفعش إحنا في السلبيات اللي إحنا موجودة عندنا دي إن إحنا نقول انا ممكن اكسب الماتش في اي وقت، لا انا ممكن يخش جول فيا في اي وقت، ممكن يحصل لي زعزعه في الثقه في اي وقت، ممكن يهزني. هو نادي الزمالك راح لعب مع الرجاء وهو رايح، احنا واحنا رايحين يا كابتن ربيع قلنا ايه؟ الزمالك ده قاعدين بنتكلم هنا هيكسب له ثلاثه، الزمالك مغلوب واحد ها؟ وبنقول لا 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 ده هيتعادل ويكسب وكنا بنقول الكلام ده. الواقع غير كده، الواقع يعني تمركز، الواقع يعني انا ما اسمحش لاي حد يهددني في اي وقت، وخاصه والنتيجه على ارض الواقع 0-0، خاصه ان انا مش متفوق، مش انا الماتش اللي فات وليد ازارو يضل اربع خمس تجوان وعادي. هو لا مش عادي، انا بالنسبه لي كمشاهد مش عادي، مش محلل او راجل لعبت كوره قبل كده، لا انا كمشاهد وبسمع كابتن ربيع بيقول ايه وانت بتقول ايه وانا بقول ايه والدنيا كلها بتقول ايه عن النادي الاهلي. النادي الاهلي المحاضرات اللي بتحصل دي كلها والاستشفاء اللي انتم بتقولوا عليه وكل الوقت اللي بيبقى بين الماتش والماتش هو السلبيات. هو هيقول له انت لعبت كويس النهارده يا ربيع، انت يا ربيع هتروح تقول له لا برافو انت لعبت كويس، انما هتاخد منه المميزات زي احمد الشيخ دلوقتي كده قاطع من ناحيه اليمين للشمال عايز يثبت نفسه ويعمل حاجه، وبياخد الكوره ازاي وبيقابلها ازاي بيروح. لازم تبقى في غيره بقى من ازارو في هذا الموقف، لازم يبقى عنده شايف الراجل زميله ده ازاي بيقطع كل ده وبيروح يجيب جون بهذا الشكل. هو ده النادي الاهلي، ان احنا ما بنحبش نتخض، ما نحبش يبقى عندنا مشكله ان في لعيب زي احمد فتحي مش موجود في الملعب وفي محمد هاني يبقى الضغط كله على محمد هاني لو حصل اي مشكله او اي حاجه، لا لازم نص الملعب ده يبقى فايق وشايف. خلص الماتش يا حسام انت وسوليه الباك اب بتاع الفراوده مفيش حد يجي علينا، يبقى منتشرين انتشار، مش انا بفكر ان انا اروح اجيب جول مكان ازارو او مكان اي حد تاني، لا ما هو سعد سمير طلع في الكورنر وحط جول ودي مهاره وبرافو برافو ان هو بيوصل نفسه كل ده. بص انا عايز اقول حاجه محمد، فيه الحسابات الفنيه مهمه جدا طول ما انت بتلعب بالنادي الاهلي. نعم. الموقف اللي انا شفته دلوقتي، انت شفت سته من الانبي. نعم. على اربعه من خط النادي الاهلي. نعم. طيب دلوقتي انت عندك التمركز والتغطيه والاتزان والرقابه كويس معظم الوقت باستثناء الكره دي من خط ظهر النادي الاهلي. انا بوريك ان الحسابات مع النادي الاهلي بتختلف تماما. اللي ما يحترمش الفنيات والقدرات الخاصه بتاع النادي الاهلي ويفضل طول المباراه واقف بيخطط وينظم وواقف مركز، مع احترامي يشيل كتير. نعم. انت الكره لما تتقطع من النادي الاهلي كام واحد في تلتين الملعب عشان اروح افنش بيهم على كام؟ يعني ام بي بقى ناقصته اربعه. نعم. يبقى انا 6-2 زياده كده. نعم ده حقيقي. يبقى انا من هنا بيجي نسبه الاستحواذ وببتدي اروح بسته يا كابتن شريف عشان اخلص. فهي دي الميزه، خد بالك ان انت ما ينفعش تهاجم النادي اللي بسته على اربعه، سته دي سته، خد بالك سته، انما تهاجم الاهلي، الاهلي طبعا بوقفه ممكن يعني بخبرات لعيب النادي الاهلي ممكن واحد يمسك اثنين بوقفه صح، بانتشار صح، قال لك وقفه صح، بوقفه صح، ببصه طبعا، ببصه صح. الفريق كبير يا كابتن، اي طبعا الفريق كبير، لعيبه كبيره كمان، الفريق كبير. اه الفريق كبير طبعا بجهازه وادارته. ربيع انا مش عايز اخش واقطع عليك يا ربيع، انا خسرت بطوله افريقيا بكره واحده يا ربيع، هم جمش الا بنفس الكوره يا ربيع. نعم. معقوله يا ربيع انا اخسر بطوله افريقيا بواحد المجهود العظيم ده؟ انا اكتر حاجه زعلتني في الدنيا خسارتنا لهذه البطوله.
احنا زماننا بكره احنا اللي كنا موجودين، واحنا بنتمنى طبعا للوداد ان هو يكسر الدنيا ويكسب، هو كل الناس فاكره ان احنا عربي انما احنا كان اولى ربيع باي مدرب واي ناس موجوده عملت المجهود الكبير ده ان هي كانت تبقى هي صاحبه الفوز وهي صاحبه انها تشيل الكاس. ان محمود الخطيب وهو ومحمود طاهر يروحوا الماتش هم متاكدين اما ربيع ان هم رايحين راجعين بالكاس لامكانيات اللعيبه. كانت اجمل لقطه في هذه البطوله. احنا عندنا كلام مهم جدا من الناحيه الفنيه وازاي هيلعب الكابتن حسام البدري والتشكيله الامثل للنادي الاهلي، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. النادي الاهلي حديث بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا. هسأل ضيوفي الكرام كيف يلعب النادي الأهلي غدا. كابتن شريف أبدأ بحضرتك، كيف يلعب النادي الأهلي غدا من وجهة نظر حضرتك؟ النادي الأهلي سيواجه فريق من كما توقعتم هيواجه النادي الأهلي بطريقة إلى حد ما دفاعية يقفل المساحات، إذن على النادي الأهلي تفتيح المساحات والتسجيل مبكرة. بص يا فاروق هقول لك على حاجة، مفيش اي اختلاف ان شاء الله في فريق النادي الاهلي غير شريف اكرامي لاصابه محمد الشناوي. وانا عايز اقول على شريف اكرامي وانت بتتكلم انت وربيع، كنت مش عايز اقاطع ربيع، اقول له ان شريف رجع لنا من ماتش غانا باداء غير عادي. يعني راجل مش عنده اخفاق، لا ده راجل بيعرف يرجع بسرعه، يقدر يخش جيم، يقدر يخس، يقدر يبقى فيه كل حاجه. وزي ما ربيع يا ريت يبقى فيه واحد داخل وواحد خارج، دي مكسب لينا طول عمرنا الله يرحمه ثابت واكرامي. كان كل واحد بيلعب ماتش يا ربيع. ودلوقتي كلامك ان شريف تعب في مشواره مع منتخب كاس العالم. خد بالك وشريف برضو يعني حارس مرمى الاول، فلما يحصل ضروب ولا حاجه برضو نساعده يبقى موجود عشان ينور انه يبقى موجود في كاس العالم. ان شاء الله لو بعد محمد ان شاء الله في ضروب، ده نجم كبير طبعا شريف يستاهل، حارس مرمى مصر وحارس كل خير يعني. لولا تالق الحضري ما كان شريف هو اللي هيقف في منتخب مصر مع احترامي يعني. لولا ان احمد ناجي شايف ان الحضري عمل طفره وعمل شكل، ده حاجه برضو لينا ان يبقى عندنا لعيب زي ده في السن. كاس الامم الماضيه والدنيا كلها يعني في ربنا ساعات بيمشي حاجات، يصاب الشناوي عشان الحضري ينزل في الماتش عشان يكمل الحضري، شريف ساعتها ممكن يبقى ما كانش مظبوط او كان مصاب وبره، فدي حاجه الهيه. انما شريف خارج راجع لي من ماتش غانا 10 10 يعني ما فيش مشكله، شايل الماتش كله حقيقه يعني. عودة شريف ما فيهاش غربة. عودة شريف لعرينه ولمكانه ما فيش مشاكل خالص، متشكرين لمحمد شناوي انه عنده الثبات ده وعنده الروح دي، عنده الروح دي وقدر يقف في الظروف دي في الوقت ده، فبشكره وبشكر الجهاز الفني ان هو دايما بيعد لنا اللعيبة دي كلها. خط اللي ورا طبعا هو اللي فرض نفسه. هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصابر رحيل، وخاصه زي متشكرين لسعد سمير انه طلع وعمل جون زي ده بالشكل. انا قابلته في النادي حاجه بسم الله ما شاء الله، خاسس ومركز، لعيب مركز قوي. محمد هاني طبعا من يوم ليوم وجود لوجود مكانه بيتعود عليه. ايمن اشرف كل مصر بتتكلم عليه، وادي النادي الاهلي وادي اللعيبه اللي بيجيبها وادي الرؤيه، بيلعب جوه بيلعب بره بيخش يكمل من نص الملعب، عنده سرعات جميله جدا ما كناش شايفين الحاجات دي كلها قبل كده الا باشتراكه. وده اللي بيقول عليه ربيع ياسين دايما، اللاعب لازم يكون بيشترك عشان انا اشوفه عشان اقيمه عشان اعتمد عليه للسنين الجايه وهو صغير السن، او عشان الدنيا تمشي والروتيشن اللي ده الصحفيين بيروحوا لحسام بدري يقولوا طب وايه الروتيشن وايه الحاجات اللي هي، ما هو ده الروتيشن وده الوجود وده مش الاحتياطي، ده الخزينه وده الراس المال اللي موجود عندي القوي اللي هو موجود في الملعب زيه زي اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، قاعدين مع بعض هم الحب والترابط اللي موجود في النادي الاهلي مش موجود في اي حته. صبر رحيل ما شاء الله، عوده حميده جدا، انطلاقات ناحيه الشمال، تغطيه، كان زمان عنده حته ضعف شويه في انه يبقى ديفندر قوي، دلوقتي ما شاء الله ديفندر قوي. طب احنا بنعرض اهداف النادي الاهلي في طوال الدوري امام حضراتكم، ده اول لقاء للنادي الاهلي امام طلائع الجيش، وكان تعادل النادي الاهلي بهدف مقابل هدف، وكان احرز الهدف احمد الشيخ من ضربه ثابته زي ما حضراتكم شايفين. كمل كابتن شريف. نص ملعب سوليه هيرجع تاني ان شاء الله وحسام عاشور، الاثنين شهاده الشهود ان هم من احسن الناس اللي موجودين يعني. كنت اتمنى يعني يعني الاثنين النني وسوليه وحسام عاشور دول من احسن ثلاثه موجودين في مصر. دول لو لعبوا في كاس العالم انا ابتدي اغير فكرتي، ابتدي لو الخط ده موجود في كاس العالم انا ابتدي اغير فكرتي الحقيقه.
اجاييه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا. الخط ده بيتغير على طول، في ناس كتير، في باكا ساعات بيبتدي. هل باكا في ظل السرعات اللي موجوده في النادي الاهلي، وايضا الاثنين سرد باكات احمد سعيد اوكا وحماده طلبه الى حد ما سنهم تقيل او كبير في النادي الاسيوطي، هل ممكن يكون في اعتماد الكابتن حسام على السرعات سواء ازارو او باكا؟ في سرعات وفي خبرات يعني. لسه كنت هاجي لك في الحوار ان في وليد ازارو ده سرعات غير عاديه، وفي خبرات زي عماد متعب. انا كنت سامع ان هو هيكون جوه التشكيل، ما اعرفش هيبتدي اساسي ولا هيبقى له اشتراك. نعم. اديك شفت حسين السيد كمان اهو، ده تسديده جميله يعني. انت بتتكلم على معلول المتعور، الاثنين بص الاثنين شكلهم عاملين ازاي، اللي هم تحت معلول لو بيقعدوا له ده احسن باك ليفت المفروض في افريقيا وفي تونس وفي النادي الاهلي دلوقتي. فمفيش غربه، مفيش اي حاجه. اجاييه، باكا، مؤمن، عبد الله، ازارو، عندك البديل اللي انت بتتكلم عنه. ما عنديش انا النهارده، مش هاخد بالي الحقيقه لو لعب ناحيه اليمين بوليد سليمان او لعب احمد مؤمن او احمد الشيخ. ما هو من بلس لبلس يعني، من فوز لفوز، من اعاده ثقه، ولعيب كويس قوي ولعيب كبير موجود في ملعب. انا اللي بستفيد في الاخر كفرقتي واحنا كنادي وجماهير وكل حاجه، احنا اللي بنستفيد باللعيبه دي لما بترجع تخش في الفورمه تاني. يعني انا بدور على حمودي كمان اللي هو يعني ده لقاء الرجاء، اللقاء اللي من قبله كان الاتحاد وكسب اجاييه وحسين السيد، ده لقاء الرجاء. بص التصويره بتاعت احمد فتحي شكلها عامل ازاي، والثقه عشان يقول لك انا بحب العب في الحته دي. فبالتوفيق ان شاء الله. دي الفرقه اللي احنا قلنا لك عليها. انا ما عنديش غربه في الناس اللي قدام، كلهم زي بعض. لما احنا نص الملعب، والديفندر بوجود شريف اكرامي وخروج احمد فتحي هيكون هو ده. اسيب بقى ربيع يتكلم عن الناس. كابتن ربيع، كيف ترى طريقه لعب النادي الاهلي والتشكيل الامس؟ بص احنا الاول هنقول قوه النادي الاهلي. طبعا يعني قوه النادي الاهلي يا محمد في وسط ملعبه، عندك نسبه كبيره جدا، نسبه من استحواذ كبيره جدا بشكل فعال. يعني كل القصه في نص الملعب، الرصه كلها بتاع النادي الاهلي في وسط الملعب. نعم. اثنين، ارهاق المنافس، دايما بيرهق المنافس بالتمريرات القصيره يا محمد. تمريرات، تمرير، 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 تمرير. والعاده دي خلي بالك موجوده في النادي الاهلي من 1907. التمرير، 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 زي ما انت شايف. بالظبط. بالك؟ طبعا احنا بنتكلم في فضل الله ان الحريه، في حريه لوسط الملعب. النهارده بتاخد الرباعي، الرباعي السوريه بينضم للثلاثي الرباعي ومعاهم راس حربه. في حريه في التمرير والتحرك في الثلث الاخير، بتلاقي عبد الله واجاي واخد بالك، ومؤمن او وليد او حمودي او احمد بيتحركوا بحريه، بس في تفاهم. نعم. في انسجام. هو التفاهم باين حتى ما بين ازارو واجاي. طبعا طبعا طبعا. بعد كده ظهيري الجنب يمين وشمال. انت النهارده سلاح النادي الاهلي كرات عرضيه كثيره جدا، اليمين عشان يضرب محمد هاني. نعم. واخد بالك، وعلى صبري رحيل. وده كان عندك بقى التحركات، عندك نسبه كبيره جدا من التحركات يا محمد. نعم. انا بتكلم على الجوانب الفنيه اللي هيواجهها الاسيوطي. نعم. النهارده بقابل، لازم اقابل، بص لو في قوه اقابل قوه، لو سرعه سرعه، النسب قد ايه في النادي الاهلي والنسب قد ايه في الاسيوطي. فاللي اقصده ان انا التحضير الاسيوطي للنسب، نسب الاهلي كبيره جدا. كابتن ربيع، انا لازم اخد بس ايه مداخله سريعه مع حضرتك، ان سعد السمير امام الداخليه احرز من ضربه ثابته، وامام الرجاء ادي احرز من ضربه ثابته، وايضا امام ام بي. هل مشاركه سعد سمير في الضربات الثابته مؤثره؟ سعد سعد انت كان عندك حجاز قبل ما يسافر، وعندك سعد انت بتستغل. نعم. طبعا حاجتين مهمين جدا. نعم. غير في الجوانب الفنيه، التصويب والثوابت. نعم. كورنر فاول ما ينفعش حجم النادي الاهلي، لان الاهلي اصل خلي بالك النسب الهجوميه في الثلث الامامي على الفريق المنافس كثيره جدا يا محمد، فهيبقى في فرص. الطبيعي جدا في ضربات ركنيه من 10 ل 12 ل 14 ل 15 ضربه ركنيه، ما ينفعش انا ما اسجلش منه. نعم. خد بالك دي نسب، لان الضربات الثوابت دي الثوابت لازم اجيب منها. فسعد مميز، خلي بالك وطول عمره بيطلع في الكورنر ما شاء الله. سعد مميز، ما هو الماتش اللي قبله سجل هدف، واللي قبله كمان والموسم اللي فات، واخد بالك. نعم. فالثوابت مهمه جدا. فبس اكمل لك الحته دي بتاعه التشكيل وبتاع الفنيات. فاللي اقصده ان انت عندك في الثلث الامامي النادي الاهلي بيعرف يروح ازاي. بص النهارده ادي التفاهم والانسجام، خلاص. نعم. وصلت ل 6 يارد بسجل. ما ينفعش النادي الاهلي اسيبه. ف
وسط الملعب النهارده على علي انه يقابل النادي الاهلي من وسط الملعب، ان يفسد هجماته، ان يوقف هجماته، ان يلعب مدافع، ان يعطل له الدنيا، لان هو لو وصل وسابه في الثلث الامامي ولا مساحه هيبقى هيروح على الجول. طبعا التشكيل زمالك كابتن شريف، محمد هاني هيبقى موجود، سعد سمير، ايمن اشرف، صبري رحيل، شريف اكرامي. نعم. شريف اكرامي طبعا موجود النهارده عشان الشناوي، السوليه وحسام عاشور، ان مع هم يعني الاثنين الموجودين. هيبقى بقى هل هيبتدي بعبد الله السعيد واجاييه ومؤمن زكريا وازارو، ولا ممكن يبقى في مفاجاه في الاربعه دول؟ فمتهيألي المفاجات غير وارده من الاربعه دول، ممكن المفاجات بعد كده تبقى في التدوير وفي التغيير الخارجي. نعم. طيب كابتن شريف، هنشوف امام حضرات يعني الساده المشاهدين ده ماتش الاسماعيلي، واحد من الماتشات المهمه جدا، وشفنا تقدم السوليه، كنت لسه حضرتك بتتكلم عليه. السوليه كمل مع الرباعي الهجومي وبقى خد مكان راس حربه من رؤوس الحربه الثلاثه اللي بيلعب بيهم النادي الاهلي، او واحد من المهاجمين، ما بلاش راس حربه عشان كلمه راس حربه بتبقى تسعه من المهاجمين للنادي الاهلي، وادي الضغط اللي شفناه عشان يستخلص الكوره، ثم الاهلي بيحرز هدف جميل جدا من جريه عمرو السوليه. هل ممكن يحدث ده في لقاء الاسيوطي؟ ده كل الماتش هنشوفه في لقاء الاسيوطي بهذا الشكل. نعم. كل اللعيبه هتبقى عندها ثقه ان هي عايزه تجري وتفتح مساحات وتروح على الجول. واعتقد مش هيبقى قلقانين. كل ما كانت يعني ماتش الاسماعيلي ده لعيبة الاسماعيلي مش سهلين في رد الفعل وفي الكونتر اتاك في المباراه، انما هما طبعا هيلاقوا الاسيوطي هيقول لك احنا عايزين نخلص بدري بدري، فكل واحد هيبقى عنده حريه في الاداء. نعم. سرعات في الاداء، انما الكره اللي انت بتتكلم عنها بتاعه السوليه دي، دي حاجه صعبه جدا ان انا ابقى واخد الاسبرينت ده ربيع بكل هذا الشكل وانا عارف انها هتجيلي، زي ما يكون الراجل عنده احساس ان الكره دي جايه له ربيع. اتمرن عليها كابتن. انا عارف ليه، لا ما اعرفش اتمرن عليها ليه، انا عارف ليه بستغرب هنا، لانها لما جات له اكنه هو عارف انها هتجي له. نعم. راح متعامل معاها بكل احترافيه بشكل غير عادي، حطيتها بليسنج على طول في الجول، واكنه هو متاكد ان هو في السبرنت ده ان الكره هتجي له، ان الكره خدمته ان هي راحت له، انما هو اتعامل معامله راجل مركز وواثق ان هو لو دخل في المنطقه دي هيحط اسم السوليه بالطلقه اللي هي عملها من على خط ال 18 دي مش سهله. نعم. دي توازي جول اجايل اللي جابه، نفس نفس الاداء، نفس حضرتك شايف انتوا جوه ال 18 دي 1-4 دي حاجه 1-4 مثلا 1-4 مش 1-3 يعني. وحصلت في لقاء امبي. طب يعني لقاء نفس المكان بس اجايبها حطها. ربيع قال لك كلمه حلوه قوي. قال لك ايه؟ اللي يتغفل عن النادي الاهلي شويه ويطمع في النادي الاهلي هتلاقيه الماتش كله ماتش بنتفرج عليه يا كابتن ربيع زي ما انت بتقول، ممكن يطلع 7-8 ده لو في توفيق، زي ماتش نجم الساحلي. انت فاكر ماتش نجم الساحلي؟ احنا لو عندنا توفيق في كل مره نطلع 7-8. ليه ماتش انبي الشوط الاول وماتش انبي وماتش الوداد هنا؟ يعني انت ربيع قال لك كلمه، اي واحد بيشوف نفسه يا ريت يجيب فايق على النادي الاهلي هتلاقي رد الفعل. لا الهدف بتاع الاسماعيلي الثاني، شوف شوف اتقطعت فين، وشوف شوف احنا كام لعيب كمان. ايوه ما هو كلامنا كلام هدف الاسماعيلي الثاني اللي جبناه اللي جابه عبد الله السعيد. لا من ارجع معلش ده الهدف الثاني، ده الهدف الثاني عبد الله. لا هو الهدف الاول، احنا عايزين الهدف الاول في الاسماعيلي. بص ربيع بيرجعوا ازاي؟ عايزين يلحقوا، مفيش الثاني. انت حضرتك عايز الثاني مش عارف السلام. انا بوريك كلام كابتن شريف، لا هاتها من ساعه ما اتقطعت الكوره. بس اللي ما تلتين الملعب اللي ما يصحصحش، بص بقى خلي بالك. لا هاتها كانت الكوره هناك. انت قصدك الهدف اللي احرزه عمرو السوليه؟ لا الهدف اللي احرزه عبد الله السعيد بس من اول قطع الكوره. نعم هو ده من اول الكوره في الاسماعيلي. تمام تمام كده ده صابر الرحيل. تمام. نعم. لا احنا قطعناها كانت من الاول. لا قطعناها من تلتين الملعب، الكره كانت في الناحيه اللي هناك. وبعدين ماشي يا ريت يرجع هو بكرة. هيحاول يجيبها من لسه كان الراجل اللي سابقه جاي ده سايبه فين؟ الراجل سابقه جاي لوحده وراح يكمل هجمه مع نادي اسماعيل. ازاي ده؟ انت بص كلامك يا كابتن شريف، انا قلت لك احنا قلت لك الكل الخمسه بتوع وسط الملعب ما كانوش يفكروا، واخد بالك، بذكاء شديد جدا باحترام مع القدرات الفرديه للعيبة والجماعيه هتتعب واحترام الفرق المنافس. وقلنا ان هدف اسماعيلي الثاني اتقطعت من الاسماعيلي كان هو بيهاجم علينا، اتردت واحد الصبر الرحيل، اثنين اجاييه، ثلاثه بالعرض لعبد الله السعيد جول. في الكرات دي يا كابتن ربيع بنسميها في عرف الماتشات الكره الاوروبيه بلا رحمه.
نو ميرسي. ما في ما بيرحموش بقى لما تبقى فرقه زي مانشستر سيتي ولا تشيلسي وما حد بيغلط معاهم بالشكل ده ما فيش رحمه. بتلاقي اثنين ثلاثه انقضوا والسبرنتات وضحت. هو حد بيشوف عبد الله السعيد بيعمل السبرنتات دي؟ احنا من امتى بتشوف عبد الله السعيد بيعمل بهذا الشكل وهذا الكيان؟ حاجه ما شاء الله. ما تقدرش تفتح مع النادي في اي وقت. ما ينفعش تفتح مع النادي الاهلي في اي وقت. في اوقات معينه انا ممكن اطلع اعمل فيها الهجمات بتاعتي، المناورات بتاعتي بتبتدي من نص الملعب وابتدي اعمل شغلي، انما هتفتح الجيم مع النادي الاهلي ما احترمش زي ما حصل مع ام بي. طبعا طبعا ما ينفعش النادي الاهلي. شوف مع احترامي الشديد الفوارق الفنيه بين النادي الاهلي والاهلي مع احترامي الشديد، انا بتكلم يعني ببالغ باصول، ببالغ بنتائج، ببالغ بفعل قدامي، ببالغ في صوره قدامي. انا مش عشان اخد بالك ان اهلاوي، لا هنتكلم بما يرضي الله. الفنيات يا محمد بتاع النادي الاهلي تخلي المدرب ما يقدرش يفتح الجيم، اوقات معينه يفتح الجيم، اما لو فتحهم من فتح الجيم من اول دقيقه لاخره هيشيل كتير. واخد بالك النهارده ام بي بحجم ام بي وحجم حجم ايهاب عنده خبرات، انما احنا لو في توفيق من الله سبحانه وتعالى الشوط الاول غير الاثنين هتبقى هتوصل ست اهداف من سته لسبعه. نعم. واخد بالك وانفرادات والدنيا لا. وبعدين ازارو ضيع انفراد وعبد الله السعيد ضيع انفراد وعندك بقى خطوره ده غير الفرص الثانيه، انا بتكلم على الانفرادات بس. فمن هنا الطلعه بتاع الفريق المنافس يا محمد، طلعته من بدايه تلت ملعبه لوسط ملعبه عشان اروح اوصل دي بحساب يا اخي. ما اقدرش يندفع من خمس ست لعيبه مع النادي الاهلي، خمس ست لعيبه كتير لان هيقطع الاهلي ويروح عليه. نعم. وهو رايح بقى بص بالرباعي ايه المرعب. نعم. اللي بيقدر يسجل مع بعض زي ما انت شفت. نعم. متفاهم انسجام عارفين بيعملوا ايه، طق طق واحده في الشبكه. اشمعنى احنا بنقول على النادي الاهلي انه بيحترم الفرق الاخرى؟ اشمعنى انا بقول النادي الاهلي منظم في دفاعه وفي هجومه وفي انتقاله من خط لخط؟ اشمعنى احنا بنتكلم على النادي الاهلي ان في خطوط على اليمين وعلى الشمال بحساب بيطلعوا بحساب ما بيسيبوش ساب في السايب؟ واشمعنى احنا بنتكلم عن النادي الاهلي ان السوليه وحسام عاشور بيعملوا الضغط من على الاجناب لما بيكون في محمد هاني وبيكون في صبر رحيل؟ اشمعنى النادي الاهلي بيعمل كل ده وهو النادي الاهلي عنده السرعات الاكثر، عنده التعويض الاكثر، من عنده الامكانيات والفارق اللي قال عليهم ربيع ياسين؟ اشمعنى النادي الاهلي بيعمل كده؟ عشان كده بيبقى له التفوق والاحترام داخل الملعب. طيب كابتن شريف، النادي الاهلي في خطه كابتن حسام البدري منذ قدوم صراحه دائما بيضرب دفاعات الخصم بتقدم ظهري الاجناب سواء الظهير الايمن او الظهير الايسر، وكابتن حسام زي ما حضرتك توقعت وزي ما كابتن ربيع توقع ان بيلعب هيبتدي غدا محمد هاني وصابر رحيل، والاثنين خفاف وعندهم جانب السرعه، هل ممكن يكون لهم دور كبير جدا في الدور الهجومي؟ اه انت لسه بتقول ان النادي الاهلي ده اساس لعبه وده شكل هجومه وده الحاجات اللي انت في حاجات في العمق بتحصل بين عبد الله ربيع، كان بيقول لك يا عبد الله بيسرح ويروح واخد الكوره بيدور على حد. نعم. تلاقي كل الدنيا داخله في العمق وكله باصص على ازاره وتلاقي. نعم. حد جاي له من الناحيه الثانيه زي الجول اللي جابه يبقى احمد الشيخ. على الهدف الاول معلش كابتن، انا قصدي بقى على الهدف معلش سوري انا اسف. اتفضل. يبقى الهدف الاول الهدف الاول الهدف الاول سوري انا عمال اقول لحضرتك الهدف الاول اللي احنا ضغطنا اللي احنا ضغطنا البريس اللي بيحصل ده. نعم. والبريس ده هو اللي بيفسد لك اي هجمه، هو ده الضغط الضغط اللي هيخش يستخلصها. بص لو وقفت هتلاقي بص لعيبه عامله ازاي، ده شايف ده دي لعيبه جاريه كلهم عارفين انهم هيجيبوا الكره دي جول. نعم. راحت لصاحب النصيب. هو برضه خلي بالك في حساباته ان لعيب كابتن شريف برضه انت ما بتجيبش اي لعيب، من ضمن شروط انك انت تجيب لعيب ذكي شخصيه لعيب ذكي. شوف القطعه دي خدت كم يا كابتن، خدت وقت قد ايه؟ لعبتين وخدت التمرين قد ايه؟ لعبه والثانيه تمام تمام. هنا بقى بص كتير اتقطعت واحد. طيب على طول احنا معانا على التليفون كابتن مصر طبعا والنادي الاهلي والشيخ طه اسماعيل. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل، اهلا وسهلا. تحياتي وتحيات كابتن ربيع ياسين وكابتن شريف عبد المنعم. انت يا فاروق؟ انا فاروق سعد يا فاروق. اهلا وسهلا كابتن، اهلا فاروق، كابتن ربيع وكابتن شريف حبايبي. ازيك يا كابتن؟ وحشنا وحشنا يا كابتن والله. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. سعداء بيكم، بنتفرج عليكم وبنتمتع. تسلم لي يا حبيبي. دايما بالصحة والعافية كده والجمال. الكبار المحترمين والله. الله يخليك يا دكتور. دايما بنشكركم بالخير يعني وعلى أدائكم سواء أداء فني أو خلقكم وتصرفاتكم في الملاعب، كانت حاجة مشرفة وحاجة مضرب أمثال يعني. الله يخليك يا فندم. كابتن طه، عايز اسال حضرتك كيف. نعم. ترى اداء النادي الاهلي حتى الان في الدوري العام وايضا مواجهه غدا امام الاسيوطي؟ والله هقول لحضرتك النادي الاهلي طبعا اداؤه تطور بعد خروج من افريقيا.
وبعد ما رجعت اللعيبه من منتخب بطئانة كانت طبعا الفتره دي فيها فتره انتقاليه وكان فيها شيء من التوتر حتى في الاداء نتيجه للتغييرات اللي حصلت واللعيبه، انما بالتدريج النادي الاهلي ثبت اقدامه مره اخرى ورجع بسرعه كبيره جدا، ويعني مسك بتلابيد البطوله وادى طبعا مباريات رائعه جدا. وطبعا كان النادي الاهلي الشيء الواضح فيه الضغط الكبير اللي بيأديه وبيلعب بشكل اجريسيف يعني شرس جدا في النواحي الهجوميه، ويمكن اكبر مثل المباراه اللي فاتت مع انتي رغم النادي الاهلي سجل اربع اهداف انما يمكن مضيع مثلا سبع ثمان اهداف الشوط الاولاني، مضيع اربع خمس اهداف الشوط الثاني، انما الاداء مستجم جدا بشكل كبير جدا، ديفنس متماسك بشكل كويس، وحتى اللعيبه بتاعته بتشارك في مهام هجوميه بشكل كبير قوي، سواء هاني لما كان بيكمل او صبري رحيل او سعد اللي طلع طبعا مسجل الهدف الاول، وفي نفس الوقت بقى نص الملعب مع الثلاثه اللي بيلعبوا بتاعت راس الحربه ديناميكيه في الاستحواذ الجيد في نص الملعب، ثم بعد ذلك التطوير في النواحي الهجوميه، وشفنا الكثافه الهجمات وقد ايه خلق فرص النادي الاهلي عملها نتيجه للضغط على فريق انبي، وغلط الدافعين كتير جدا والجول كيبر وجت فرص كتيره في الشوط الاولاني يمكن لم يسجل النادي الاهلي فرصه واحده، لكن عموما النادي الاهلي ماشي بشكل قوي جدا في جميع المباريات والمستوى ثابت الان بيقرب على يعني برغم نقص المباريات في الادفع انما اصبح في المركز الثاني، وان شاء الله طبعا المباريات المتبقيه اولها مباراه الاسيوطي بكره ان شاء الله. نعم. اعتقد ان كابتن حسام بدري والجهاز اللي معاه عاملين شغل كبير جدا مع اللعيبه، واللعيبه نفسهم كمان طبعا عارفين النادي الاهلي الاساس اللعيبه تلعب تقاليد موجوده وموروثه من زمان، الاداء القوي الاداء المتمكن ما فيش مجال للتهاون مع فرقه والله صغيره او كبيره بنفس المعدل، وانا شايف النادي الاهلي ماشي بشكل مضطرب ورائع جدا. طيب دكتور طه، هل حضرتك شايف النادي الاهلي اصبح له هويه هجوميه وسياسه التدوير اللي بيعملها النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري هل هي الحل الانسب لمواجهه ضغط المباريات؟ مش عايز نقاش يعني، هو ما فيش شك ان كابتن حسام البدري برضه بيستفيد من المشاكل اللي قابلته السنه اللي فاتت، يعني الموسم اللي فات جه في الاخر في لعيبه اجهدت كتير جدا لدرجه اضطر ان هو يدي اللعيبه بعض اللعيبه ادها اجازات اسبوع وحاجات من هذا القبيل نتيجه للاجهاد الكبير جدا، هو بادي من الان بشكل كويس قوي في عمليه التيرن اوفر او التدوير، وده شيء مهم لان برده كمان اللعيبه عندنا في النادي مفيش فروقات كبيره بين اللي بيلعب وبين اللي قاعدين، يعني كل مستوى واحد. ولذلك هذه السياسه رائعه جدا في ظل التعدد المباريات خاصة المؤجلات في وسط الأسبوع، أصبحت يعني كل ثلاث أيام مباراة وده يبقى لود كبير جدا، ما لم يحدث هذا التدوير اللي احنا بنسميه دايما التيرن أوفر هيحصل إجهاد للعيبة اللي بتلعب على طول باستمرار، وهيحصل صدأ للعيبة اللي قاعدة ما بتلعبش، إنما بالشكل ده أنا أعتقد اللعيبة كلها تبقى فريش، كله بيلعب وكله بيستريح في الفترات المختلفة، واعتقد دي برضه بتدي قوه كبيره للفريق وتساعده على ان هو يقدر يعني يتفادى الاجهاد خلال المباريات زحمه المباريات طوال الموسم والفتره دي بالذات اللي هي فيها المؤجلات في وسط المباريات الدوري. انا شايف انها بتتم بشكل جيد جدا وبوعي كبير جدا، لانه التدوير مش معناه ان انا لاعب عندي مثلا 40 لعيبه لاعب، لا التدوير معناه ان انا بلعب من احتاجه اللي انا هحتاجه مستقبلا، يعني انا عندي مثلا 16 17 قصي 20 لعيب دول اللي هلاعبهم، ممكن يكون في لعيبه زياده كتير موجوده وما فرصها لسه قليله الان، فانا بدور في المجموعه الجاهزه اللي بتشتغل الان وبالتدريج هيجي مستقبلا بقيه الناس، لكن هو يدور تدوير واعي جدا، ودي نقطه مهمه جدا لان الناس فاهمه التدوير معناها ان كل واحد يجي دوره يروح مدخله، اي واحد يجي دوره يروح ملاعبه، ما فيش مش بالدور هي بالمجموعه اللي انا شايف انها هتكفيني في الفتره اللي جايه واللي هيبقى
لهم اداء مؤثر مع الفريق باستمرار. هو بيعملها بشكل كويس جدا واللعيبه متقبلاها بشكل جيد جدا، وعشان كده اللعيبه فيها فريش استمرار، هم بيأدوا شارب. شارب يعني ايه؟ عندهم الحده البدنيه. اللعيب لما بيصيبه نوع من الكلل او الملل او التعب تلاقي حركته بطيئه، ما بقاش اجريسيف، الانطلاقه بتاعته، اشتراك في الكرات المشتركه، السبرنت على الكره الاسرع، دي بتبقى موجوده نتيجه ليه التيرن اوفر اللي بيحصل، اللي بيخلي اللعيبه كلها باستمرار سيئه بدنيا بشكل كويس. طيب دكتور طه، عايز اسال حضرتك على رايك في وليد ازارو، وايضا رايك في جونيور اجايه والجنوب افريقي باكا. وليد ازارو لعيب جيد ومهاجم كويس، هو عنده بعض المشاكل في انهاء الهجمات. نعم. ويمكن الكابتن حسام بدري صبر عليه كتير قوي حتى في مباراه افريقيا، ويمكن يعني مباراه افريقيا يمكن انا كان ليا راي مختلف شويه مباراه افريقيا، ما يعني اللي حصل انا كان تفكيري ان مش هدعم اللعيب على حساب الفرقه في المباريات الهامه اللي هي مباراه افريقيا، انما ممكن في الدوري افضل اديله لحد ما يعني يثبت وجوده، لحد ما يتاقلم مع الفريق، ولحد ما ينجح في يبقى عنده فاعليه هجوميه واستغلال الفرص بشكل جيد. انا شايف ان هو ابتدى يسجل في مباريات كثيره جدا، خفيف، سريع الحركه، سريع جدا في الانطلاقات، يتحرك على الجناب في بعض الاوقات، انما يتبقى له حته الانفراد، الانفراد بالمرمى، عنده مشاكل في الانفراد في المرمى في حته التسجيل. دي برضه هتيجي برضه بعض الوقت. بالنسبه لاجاييه، نعم، اجاييه لعيب جيد جدا، وبيعتبر كمحطه في بعض الاحيان، يستقبل كويس ويبقى محطه يسند عليه حد، هو نفسه بعد كده ممكن بعد الاستقبال يقدر يعمل كيرن ويفوت وينقل مع زمايله. طويل، جسمه كويس، ولما بيستقبل تحت ضغط بيحضن على كورته بشكل كويس، لان الجسم الكبير ده ممكن يخلي اللعيب اللي وراه مش شايف الكوره خالص. هو لعيب جيد ايضا، ولعيبه المهمين سواء بيلعب على الجنب في بعض الاحيان او ممكن احيانا بيستخدمه كراس حربه. لعيب رائع. هل المهاره العاليه حرفنته يا دكتور طه هي اللي بتدي له هذا الحب من جماهير النادي الاهلي؟ اللي هو اجاييه؟ نعم. طبعا مفيش شك، الجمهور طبعا بيتجاوب مع اللعيب الممتاز الجيد اللي بيحقق له اللي هو عايزه. يعني لعيب بيحقق لي انا كمشاهد او يعني مؤازر لفريقي، بحس اللعيب اللي قدامي بيديني اللي انا عايزه، بيحاول يعني يحقق لي اشياء كثيره جدا مع زملائه طبعا. فمؤكد بيبقى اللعيبه الجماهير بتحبه، انما هو مش بتحبه عشان ما عنده مهارات بس، لكن مهارات بدون تاثير على الجول او تاثير على زملائه او تاثير في اداء الفريق ونجاحه ملهاش لازمه، انما هي مهارات اصلا هادفه ان هو بيقدر ان هو يساعد زملائه سواء في الاستقبال تحت ضغط، سواء مسندوا عليه محطه ويقدر سواء بيتحرك يمين او شمال، حتى في العمق بيتحرك بشكل كويس. انا شايف ان هو لعيب جيد، وعلى فكره يعني حتى وليد ازارو برضه الجمهور بيحبه، ابتدى يحبه برضه لما ابتدى يسجل، وابتدى ياخد ثقه طبعا من لانه طبعا لسه صغير يعني مش كبير، وبرضه خبراته مش كتيره قوي، عشان كده هو يعني يمكن واجه صعوبه في الاول ان هو ينسجم مع الفريق ومع الفرص اللي بتجيله، لكن بمرور الوقت ابتدى يسجل وابتدى يبقى يثبت وجوده. محتاج تاني شغل برضه كتير على الجول، خاصه في الانفرادات بالمرمى وازاي يقدر يتفادى حارس المرمى، سواء يلعب الكره والحارس بيتحرك يقدر يشيلها من فوقيه، حاجات من هذا القبيل اللي تساعده على ان هو يسجل من الفرص اللي بتجيله ان شاء الله. كابتن حضرتك ربيع ياسين مع حضرتك يا دكتور. كابتن ربيع وحشنا حبيبي، ودايما بندعي لحضرتك بالصحه دايما والعافيه يا فندم. الله يخليك يا ربيع، ربنا يعزك. رائع في الله يخليك التدريب، يعني كان في التدريب قامه كبيره والله. الله يخليك يا دكتور، ربنا يبارك في حياتك. الله يكرمك ويبارك فيك. انا بس كنت الله بتكلم في الابداع والابهار بالنسبه. نعم. للوقت، الوقت ده الحمد لله يعني غير انا بقول النادي الاهلي اجهز فريق مش في مصر، في افريقيا، واكثر. نعم. فريق فيه قدرات خاصه ممكن تحسن في اي وقت، والحمد. نعم. لله ان احنا يعني متهيألي النادي الاهلي عن جداره واستحقاق بالنسبه للمركز الاول والدوري ان شاء الله بنسبه 90% من وجهه نظري انا. لكن انا بقول الوقت ده حضرتك يا دكتور ان على حسام بدري ان شاء الله بجهازه الفني
ان يوجد الابهار والابداع في الاداء خلال احداث المباراه الفنيه، ده اللي مطلوب مع النتيجه. النتيجه دي خلاص الحمد لله موجوده بفضل الله وضمنناها بنسبه 90%. وطبعا الكلام انت بتقوله صح 100%. وهو انا شايف ان بمرور الوقت الابداع بيجي لما بتدي للعيبه مساحه من الحريه في الحركه في الاداء. ما يبقاش اللعيبه كلها بتشتغل في ترس واحد حسب يعني كلام المدرب وتعليمات المدرب لحظه بلحظه. انما لما اللعيبه بيعطى فرصه من الحريه في الحركه في اطار الخطه اللي موجوده بيبقى هنا ممكن الابداع وان هو تبص تلاقي اللعيب يبدع ويبان الامكانيات العاليه اللي عنده تبان بشكل كويس، ودي بتبقى مطلوبه جدا في نص الملعب والمهاجمين، لان النهارده الاهداف بتيجي من الناحيه دي. الناس بتضغط، لها المدافعين بيضغطوا ضغط كامل على المهاجمين. ما لم يكن هناك لمسات من الابداع، ازاي لعيب بيبقى عنده ابداع فردي في لعبه معينه بتجيله ويقدر يتخلص من المدافع ويقدر ينقلها للزميل او هو اللي يسجل منها، هيبقى اللعب روتيني، مش هتقدر ابدا ان انت تخترق الفريق اللي قدامك، لانه كله بيقرا اللعب بتاعك والنقل بتاعك. فانت كلامك مظبوط جدا، وانا شايف انه كابتن حسام بدري برضه ابتدى يدي فرصه من حريه الحركه. الحرية الحركة مش معناها الفوضى في الأداء، إنها معناها إنه اللعيبة كلها بتلعب في نسق واحد من الخطة اللي بيديها المدرب، لكن في مواقف لابد يبان فيها حرية الحركة والإبداع. يعني مثلا لعيب جه في نص الملعب ولقى فرصة إن هو يخترق ويروح ساند مع أجاي ويقدر يسجل، وين نص؟ مش هلعب لعب محفوظ مجرد أمسكها وألعب على جنبه وبتاع جنبي يطلعها وكذا، أه ده ممكن يتعمل دي الخطة العامة. لكن من خلالها لازم يبقى في الابداع الفردي وده اللي بنسميه الكرييتيف ثينكينج او التفكير الخلاق بالنسبه للعيبه المبهرين الكبار. احنا طبعا عندنا كان لعيبه كبار جدا، انا اذكر على سبيل المثال طبعا كابتن محمود خطيب، عندنا كابتن محمد ابو تريكه، بركات، لعيبه كان عندهم ابداع كبير. وحضرتك كمان يا دكتور كنت واحد منهم، ربنا يخليك يا حبيبي. زي الهدف الثاني يا فندم بتاع انبي ما بين عبد الله السعيد واجاييه، في ابداع هايل، ابداع عالمي رائع. انا بقول لك هي دي حريه الحركه، ما حدش قال لهم اعملوا كده، ولا المدرب يكون متوقع يعني الحركه زي دي، ما عرفش انها تحصل. انما ان تايم هي بتحصل اثناء المباراه، الوعي الكبير لدى اللعيبه الاثنين والفهم والادراك والذكاء بيسمح ان هم يخلقوا هذه الحركه او التحرك دوت اللي هو المبهر اللي وصلهم ان هم يسجلوا بمنتهى السهوله. ده اللي بيبان، ودي اللعيبه عندها طبعا هي درجه مختلفه من كل اللعيبه في درجات مختلفه. عبد الله عنده صعب درجه كبيره، أجاي عنده درجه كبيره، في ناس ثانيه عندها درجه اقل شويه. لكن في النهايه دكتور طه، دكتور طه على مدار تاريخ النادي الاهلي ولازم يكون اغلب القوام لعيبه حريفه، واحنا معانا طبعا برضو كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم من اللعيبه الحريفه، وحضرتك في جيلك من اللعيبه الحريفه كنت حضرتك وكابتن صالح سليم ومجموعه كانت مميزه جدا. ويمكن انا ابتديت شغلي ومنذ انضمامي لقناه النادي الاهلي كنت دايما بتكلم يا كابتن طه يا دكتور طه ان النادي الاهلي احلى كره في مصر، دايما عنده الفوارق على مدار الاسطوره. حقيقه النادي الاهلي على مدار الاسطوره عنده، اولا شريف عبد المنعم كان من اللعيبه الرائعه جدا في المرور بالكوره، غزال وبيجري وبيرقص وبيفوت من وسط الناس ويمين وشمال، يعني كاسر واخد ده على يمين على شمال ده كذا، يشوط باليمين يشوط بالشمال، هيدنج، كل حاجه كانت عنده بشكل رائع جدا. لذلك كان شريف عبد المنعم، كان شريف عبد المنعم الاسم الكبير الرائع جدا اللي ورانا حتى كابتن ربيع فين حتى وهو بات يعني بيلعب ظهير، انما انطلاقات ربيع من الخلف ومرورا بالناس كلها فايت، وبعدين بيعمل عرضيات او بيدخل من الداخل ويسدد، دي كلها برضو مهارات كبيره ليست موجوده في المهاجمين بس، نعم، موجوده في كل اللعيبه في المراكز المختلفه، وده سر تفوق النادي الاهلي على مر العصور. وعلى فكره اللعيبه بتتوارث هذا من جيل عن جيل، لان كله بيتفرج على بعض، الاولاد الصغيره اللي في الناشئين بتتفرج، حتى اللعيبه اللي انت بتستجلبهم من بره وهم سنهم صغير بيتفرجوا على النادي الاهلي، ولذلك بيلقطوا، ودي نقطه مهمه جدا في ان اللعيبه بتتعلم من خلال المشاهده، ثم بعد ذلك التطبيق بقى في التدريبات وفي المباريات
ثم الاسلوب في التدريب اللي بيدي للعيب شخصيه ان هو يبقى عنده القدره ان هو يبدع من نفسه ويبتدي يعمل حاجات بحريه، ما يرتبطش كل حاجه يبص للمدرب في لعبته، لا في حاجات بقى هو يبقى عنده شخصيه. ولذلك الشخصيه بتاع النادي الاهلي هي مجموع شخصيات اللاعبين. نعم. الشخصيه دي معناها ايه؟ معناها ازاي النادي هي البرسوناليتي، ازاي الفريق اثناء المباراه بنقول له شخصيه ليه؟ سجل هدف شخصيته تبان، بحافظ على الهدف بشكل كويس وعايز اجيب هدف ثاني، ده شعور. طب جايه فيها جول، بلم نفسي باسرع ما يمكن لان يحصل شيء من الخلل في لحظتها واللعيبه تبقى يعني بره المود، ازاي بيلموا نفسهم بسرعه ويتفادوا هذا الموقف ويبتدوا بسرعه يكملوا بالشكل الجيد بحيث يعادلوا ويسجلوا ايضا. هي دي الشخصيه. كابتن طه انت خلصت يا كابتن طه. انا شريف عبد المنعم. ازيك يا شريف حبيبي؟ انت بالكلمتين دول خلصت الحكايه كلها، خلصت الشخصيه بتاعه الملعب، خلصت اللعيبه كلها، الفارق والامكانيات اللي بتبقى موجوده بين لعيبه النادي الاهلي واللعيبه اللي بتلعبهم او اي فرقه تانية موجوده من خلال الدوري والاعدادات. النادي الاهلي ما لوحدها لازم اللاعب اللي يلعب في النادي الاهلي ويلبس الفانيلا لازم يعمل كل الكلام اللي حضرتك قلته ده. حضرتك في اخر فتره دي حبيبي يا شريف، انت والله حضرتك خلصت الحكايه كلها. انا دربتك ودربت ربيع ودربت بعيد البعيد وده حسيته، انما حسيت انا قدامي فريق كله شخصيه رائعه جدا، كل فرد في الفريق كل عنده شخصية. خلصت كل الكلام يا دكتور. استنى بس افكر الدكتور بكينيا والتقسيمات والخمسة دولار والعشرة دولار لما حضرتك كنت بتلعب وبتتألق كينيا ولما قعدتني وقعدت لعبت عليا طارق خليل فاكر؟ كان بكل حب وكل احترام لحضرتك يعني حضرتك من اسعد اللحظات، انت علمتني ازاي اشوط وانا عيل صغير لو حضرتك تفتكر، وانا في الناشئين كنت جاي منتخب ناشئين، حضرتك اللي علمتني ازاي اتعامل مع كره القدم في الشوطه. ربنا يخليك يا دكتور. انتوا اطفيتوا عليا وعلى كل مدرب دربكم، اطفيتوا عليا اشياء كبيره جدا، يعني مش المدرب سعيد ان هو بيدربكم او اضاف لكم، بالعكس ده انتوا اضفتوا لجميع المدربين اضافات كثيره جدا، والنادي الاهلي ككل كل واحد بيشتغل فيه النادي الاهلي بيقضي عليه. بيخدم، كلنا بنخدم، لكن في النهايه النادي الاهلي بيدينا الاسماء ديت وبيدينا الشخصيه دي كل واحد فينا وبيخليه باين ماشي في الشارع رافع دماغه ان هو كان لعيب في النادي الاهلي او كان مدرب في النادي الاهلي او لما هو عمر مجدي كان طعم سعيد جدا ان هو بيحلل الماتش في النادي الاهلي وفخور بالنتائج اللي بتتم، ودي روح النادي الاهلي دايما دايما ان شاء الله. يا دكتور في شاي كيني عند حياتك لحد دلوقتي ولا مفيش؟ يا دكتور احب يعني عندي علبه خضراء، عندي علبه خضراء بس يا دكتور احنا هنستغل وجودك و نستحضر مع حضرتك كابتن عمرو ابو المجد، طبعا كان طول عمره بجنبك في عارف يا دكتور في ريحه النادي الاهلي كده، في فتح نصير، في حضرتك، في عمرو ابو المجد، ده بحس ان دول النادي الاهلي يعني. ما بنقدرش نتكلم غير مع دول غير لما بيجيب لي مدرب اجنبي يعني حضرتك يعني دول ملاحظ انا عايز اقول ايه يعني حضرتك انت هو موجود انا عارف يعني بنبقى لنا كابتن جوهر الله يرحمه بيبقى لنا شكل تاني في التعامل، حد من اساتذتنا دكاترتنا لاعبتنا الناس اللي احنا كنا بنفتخر بيهم تحس ان هو ده نادي الاهلي، هي دي العيله، هي دي اللي احنا بنبقى موجودين غصب عننا. مش هعرف اضحك عليك، مش هعرف يبقى راجل اجنبي واقول له يا مستر وبتاع يعني. انتوا كنتوا بتبقوا حاطين علينا برضو شكل من الشكل الابوي والتربوي اللي النادي الاهلي والكيان دايما ماشي عليه، لانه كلنا كمدربين اشتغلنا معاكم تحت يعني الدكتور عمرو المجد، كابتن بكسنصير، انا كابتن الجوهري، كلنا كابتن عوضين الله يرحمه، كابتن عوضين اشتغلنا معاكم من تحت وبعدين اشتغلنا فوق، ولذلك يعني كانت الرابطه اللي بيننا وبين بعض رابطه كبيره جدا، حتى واحنا صغيرين بنتعامل معاكم وانتوا اشبال وكذا تعامل رائع جدا، وانتوا كان تعاملكم جيد. لا لعيبه النادي الاهلي عجينه وطينه مختلفه كتير جدا جدا، ويمكن اللي اضاف لها هو اسم النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي اطفت ونجاحات النادي الاهلي في البطولات، واكبر دليل حسام البدري اهو يعني ابن من ابناء النادي الاهلي ما شاء الله ربنا يوفقه بهذا القدر. كلنا معاه كلنا معاه وكلنا بنحييه وكلنا بتاعته وكلنا منبهرين بالاداء اللي بيأديه هو والجهاز اللي معاه والفريق باكمله،
وان شاء الله النادي الاهلي يكون في القمه باستمرار باذن الله تعالى. دايما يا دكتور باذن الله. يعني دكتور طه اسماعيل كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ومدير فني لمنتخب مصر والنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. صراحة قيمة النادي الأهلي في الكلام اللي قاله دكتور طه إسماعيل، وطبعا نجومنا الكبار كابتن ربيع وكابتن شريف عبد المنعم، لو تشوفوا الذكريات وشوفوا الأدب والأخلاق وشوفوا الرموز وشوفوا توارث الأجيال في النادي الأهلي، عشان كده هو نادي القرن. ما هو كلمة نادي القرن دي ما بتجيش من فراغ، مش مجرد لقب بيطلق وخلاص، مش مجرد أنت فزت بكذا بطولة، ولكن أنت إزاي كسبت البطولة؟ إزاي بيبقى عندك مدرسة بيتوارثها كل جيل ورا جيل؟ هو ده اللي برد في هذه المداخلة، كلام مهم جدا، كلام يلخص كل حاجة، وعشان كده دائما وأبدا إن شاء الله الأهلي فوق الجميع. وأنا طالع فاصل وهرجع أكمل كلام مهم جدا عن الأهلي والأسيوطي، أوعى تروح بعيد. الأهلي حديد. الاهلي والاسيوطي في ثالث المواجهات، خلينا نفكر حضراتكم سريعا، اول مواجهه كانت في موسم 2014، كان الاهلي تعادل مع الاسيوطي بدون اهداف، فكان اللقاء اللي اقيم في اسيوط، ثم كان في الاسبوع السادس، ثم النادي الاهلي فاز على 5 اهداف مقابل لا شيء في الاسبوع ال 25، وده ان شاء الله هيبقى ثالث اللقاءات. كابتن ربيع كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا من الناحيه الفنيه، هل يستغل الكابتن حسام البدري جانب السرعات، خاصه ان قلبي دفاع فريق الاسيوطي معدل سرعاتهم ليس على المستوى مهاجم النادي الاهلي في السرعات. بص يا محمد، انا قلت لك ان على علي ماهر ان حساباته الفنيه في الشق الدفاعي مهمه جدا جدا، ويبقى عارف مين اللي هيدافع بيه ومين هيهاجم بيه. حماده طلبه احمد سيد دول القلب دايما اللي بيلعب بيه الاسيوطي، هم عندهم خبرات كبيره جدا، لكن لازم يعرفوا انه مطلوب منهم مهمه واحده وهي الدفاع، يعني الرقابه، يعني التوازن، يعني الترابط، يعني ازاي ان انا ابتدي من غير الكره ان انا ادافع كويس وبالكره ان انا اسلمها كويس قوي. ده المفروض عندهم مهمه واحده، يعني هو علي بيلعب ب 16 و17 مهمه، كل اللعيب فيه يعني الباك مثلا رايت او الليفت ده لازم يجي مدافع، دي مهمه ومهمه ومهمتين واربعه، بحساباته في الاثنين دول القلب مع واحد من اللي في وسط الملعب، ثلاثه دول دفاعيا طول الوقت. فاللي اقصده ان طلبه واحمد سعيد مطلوب منهم الرقابه، مطلوب يشوفوا في الثلث الاخير، مهمتهم من وجهه نظري انا صعبه جدا، لان انا قلت لك النادي الاهلي عنده ميزات في تلت امامي، في ترابط، في تمركز، في تحرك، في زياده عدديه، في تسجيل هدف. عند مشكله النادي الاهلي ان كل واحد في مكانه بالنسبه للرباعي الهجومي بيسجل وبيجيب، فمن هنا مهمتهم من وجهه نظري انا الفوارق كبيره جدا، هم يلعبوا بالخبره، انما الفوارق خد بالك على المستوى البدني او المهاري الاهلي الاعلى والافضل والاحسن، لان هم يلعبوا بالخبره سنهم كبير، خد بالك لعيبه معروفه، حماده معروف انه مقاتل و وبرده احمد سعيد، انما انا من وجهه نظري ان القلب بكره هيتعب كتير، وخاصه ان انت بتجيب من العمق عبد الله السعيد، خد بالك، وزي ما قال الشيخ طه حريه الحركه وحريه النهارده التمرير وحريه الابداع هيجي من الحريه، والابداع بيجي من المهاره، وده موجود في الرباعي المرعب تيم النادي الاهلي. طيب كابتن شريف، الفريق الاسيوطي وارد ان هو يكون هيلعب على المرتدات، وعنده سعيد مراد وعنتر، ومن الممكن ان يبدا بعمر بسام، خاصه ان محمود صلاح تم استبعاده بداعي الاصابه، هو واللاعب هشام نيمار، ودول من الاثنين الابرز اللي كان بيدفع بيهم كابتن علي ماهر في الناحيه الهجوميه. مرتدات فريق الاسيوطي هل هتبقى مصدر ازعاج بالنسبه للنادي الاهلي؟ انا هقول لك على حاجه، يا هنرجع نتكلم تاني على احترام فرقه النادي الاهلي وامكانيات وشخصيات لاعبي النادي الاهلي وتحركات النادي الاهلي، وانا لو عندي من اللاعبين اللي هم يقدروا يعملوا لي الكونتر اتاك اللي انت بتتكلم عنه ده، هلعب حر، هلعب زي ما انا عايز، هلعب بتقارب الخطوط وهقفل المسافات اذا كان في العمق او من الاطراف على النادي الاهلي. الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي بهذا الفكر او بعلي ماهر الواعي ان هو شايف ان الاهلي فريق كبير جدا، يمكن يطمع يقول لك انا عايز تبقى المحطه الاسيوطي هي المحطه الاولى اللي بيقف فيها النادي الاهلي، فده هيبقى صعب شويه، مفيش قدامهم غير اخطف وارجع،
يعني اخطف هجمه، اخطف جول، اخطف شوطه واتوفق فيها وارجع تاني الى قواعد سالمه. انا هقول لك حاجه فاروق، انت بتتفرج على اي فرقه وتلاقيها بتعمل زون ديفنس كده وبيرجعوا خمسه في النص والاربعه اللي تحتيهم وفرود بيجي على اليمين وبيجي على الشمال ويعمل حالات من السويتش كده عشان يزعج اي ديفنس، هتلاقي الفرقه دي اسهل فرق بتلاقي الكوره في رجليها كتير، اسهل فرق بتفسد هجمات الفريق التاني، اسهل فرق ما عندهمش تعب طول ال 90 دقيقه، انما انت حجاري سرعات لعيبه النادي الاهلي وتطلع من الاطراف وتجري وتروح على الجول وتشوط وعايز ترد تاني مع سرعات النادي الاهلي انك انت تقدر تغطي، اذا كان الاسماعيلي ما قدرش يعمل كده او الفرق الاخرى ما قدرش او المصري ما قدرش او المصري ما قدرش يعمل كده. كل الناس دي حاولت بكل قوه ان هم يكونوا موجودين، راحوا على الجول عندك وكانوا هيهددوا وكانوا هيحرزوا، كل حاجه كل حاجه دي متاحه انما الشكل انا اروح لازم يبقى عندي توفيق، لازم انا اسدد ومش فارق معايا بقى ان انا يجي هيلعب زي البرازيل بقى يا كابتن ربيع، يجيب جولين ويخش فيه خمسه، يجيب جول ويخش فيه اربعه، يعني البرازيل يقول لك ايه دخل فيها جول وانا قادر ان انا اجيب خمسه. النادي الاهلي من نوعيه هذه الفرق، من نوعيه البرازيل اللي هو بيلعب الكوره اللي دخل فيه هدف او جرى له اي حاجه او اي شكل مش مظبوط يقدر يعوض بالتغييرات من على الخط بالجهاز الفنيه شايفه الشكل عامل ازاي، يقدر يشوف اي حاجه ممكن لا قدر الله بيحصل اي ظروف في الملعب لعيب يتعور تغيير انت مش عامل حسابه تبوظ تلاقيه حصل في وسط الملعب او في الفراوده او على الاطراف يعطلك كتير او انك انت تعمل امدادات للفراوده او حاجه زي كده. في لعيبه كتير قوي كابتن ربيع بيقول لك الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي ده خطير جدا. نعم. يخض اي حد، عدم توفيق اي حد في اللعب ممكن يخليك انت تشرك لاعب تاني ينزل، اللعيب زي وليد سليمان مره كابتن ربيع نزل اتعور، يعني هو نزل ورجع اتعور وخرج تاني. وجودك جوه ال 18 مع الفرق التانيه العاديه، انت بتقول الاسيوطي عمل نتائج كويسه مع انبي ومع المقاولين وكسب اخر ماتش 3-1 2-1 امام طنطا، يعني فرقه بتروح، بس الكلام ده مع طنطا، الكلام ده مع فرق زيه، الكلام ده مع امكانيات الانتاج امكانيات متقاربه انما الاثنين دول اللي عدى منهم الراجل وراح على الجول ما شاء الله، يعني برافو عليه وحط كوره 10 على 10 ده مش هيبقى متوفر له بهذا الشكل مع فريق النادي الاهلي او فرق اسماعيلي او فرق عمر بسام الحاجات دي ما توفرتلوش مع الاسماعيلي ولا توفرت مع المصري، ما هو الاثنين كسبوه 2-0 2-0 يعني في فرق انت تقدر تنفذ فيها وتطمع فيها وتعمل السبرنتات وتلعب اوبن جيم، غير فرق زي النادي الاهلي صعب عليك انك انت تأدي هذا الاداء، احنا بنخطف ونريح لعيبتنا، انما ما اطلبش من لعيب زي ده يشوف بيفتح فاتح سبرنت من قبل نص الملعب، يعني ده هيبقى مع النادي الاهلي صعب قوي الحقيقه. لازم تريح لعيبتك يا كابتن فاروق، نص ملعبك ده لازم دايما يبقى فيه الروح، دايما يبقى فيه الفتنس بتاعه شايله عشان يقدر يصد تحركات الشخصيات الواعيه بتاعت امكانيات لعيب النادي الاهلي اللي هي بارزه عن اي امكانيات موجوده دلوقتي في الدوري العام. طيب كابتن ربيع، كابتن شريف ذكر نقطه مهمه جدا وهي كانت مصدر تفوق النادي الاهلي حتى في افريقيا وهو الجانب البدني، كل المباريات المواجهات الصعبه النادي الاهلي كان بيحسمها في الشوط الثاني بسبب طبعا المهاره الفنيه وايضا الجانب البدني، هل ده هيبقى سلاح مهم للكابتن حسام البدري غدا؟ طبعا الجانب البدني ده مهم جدا، احنا قلنا اجهز فريق في النادي الاهلي قلنا ده مش البدني والمهاري بيعرف يطوره خلال احداث المباراه وسير المباراه وبيطلع بيه من تلت ملعبه الوسطاني للتلت الهجومي، خد بالك بدني مهاري خططي التلاته يبقى في ترابط بينهم وبين بعض ذات الصفات الاراديه، ومن هنا انت بفضل الله تعالى بتكسب، عندك الاداء ثابت، بتروح عندك خطوره خلال احداث المباراه، وانت البدني ده رقم واحد، لو انا ما عنديش القوه، ما عنديش التحمل، ما عنديش التوافق، ما عنديش التوازن، ما عنديش التحملات، ما عنديش السرعات، ما ينفعش. حجم النادي الاهلي يا محمد لازم رقم واحد بدني، خد بالك، وفي طبعا اخصائي ما شاء الله على مستوى عالي جدا، وانيس هايل طبعا مفيش كلام، وخلي بالك الحته دي فرقت معاك، هو انت في افريقيا جريت الفرقه وكسحتهم بفضل الله الجانب البدني الاول رقم واحد، فانا اقصد ان النادي الاهلي ما ينفعش ما يبقاش بدني جاهز، انما احنا قلنا ان فريق على اي فريق منافس محمد انه هيعاني من جوانب كثيره جدا، انت مش بس البدني بس، انت عندك المهاري، عندك الخطه، حاجات كثيره جدا، فانا اعتقد ان الاهلي بدنيا بفضل الله تعالى واقف من الموسم اللي فات، واقف وقفه بدنيه رائعه، وخلي بالك في اوقات انت كسبت في الدقيقه 96 و97 و94 ده معناه ايه؟ فالحمد لله كميه الجري، عشان كده بقول لك علي
ماهر هيعمل ايه في كميه الجري بكره؟ الجري كتير، جري كتير. فانا بقول الحسابات بالموازين الفنيه لازم تكون دقيقه جدا جدا. انت هتجري الجري ازاي؟ هتجري القوه ازاي؟ هتجري السرعه ازاي؟ هتجري الجوانب الفرديه ازاي؟ كتير جدا. ضحك من النادي الاهلي، ده بطل افريقيا النادي الاهلي. احنا بنتكلم على جوانب فنيه كتيره اتعلمناها وعرفناها، خد بالك هي موجوده في تيم النادي الاهلي لان يملك القدرات ويملك المدير الفني. هل هيركز كابتن علي ماهر غدا على نقطه ان انا اطول عمر المباراه بدون ان يدخل مرمى هدف؟ ايوه، ما هو انا قلت لك ان في هو لازم يفكر في الخمسه بتوعه وفي نفس الوقت انه يلعب دفاع هجومي. على علي ماهر انه يركز كويس قوي بلاعبين، ده المفروض ان بيقول المحاضره التركيز خلال، يعني انا لو اعمل عنوان لعلي ماهر بكره للعيبه التركيز خلال سير المباراه الفني، وفي نفس الوقت انا قلت لك الخمسه بتوع نص الملعب هيبقى خمسه ضد خمسه، لان انت عندك مصدر الخطوره خلال سير المباراه واللي بيصنع الفارق في اي وقت هو خط وسط النادي الاهلي الهجوم يا محمد، بتحول من دفاع لهجوم وهجوم للدفاع، خد بالك المدافع ما فيهاش مشكله في النادي الاهلي، يعني بيقف وبيدافع وما فيش، خد بالك، واللي بيروح عليه مش كتير وبكره مش هيروح عليه كتير، خد بالك، اللي اقصده ان انت لازم في وسط ملعبك تفسد كل الهجمات، تقف وتضيق المساحات وما تديلوش فرصه، اسحب الخمسه، ضيق المسافات، عطل اللعب. بكره هو لو ما عطلش اللعب هيبقى كل كوره مع النادي الاهلي في الثلث الوسطاني اللي هو بيروح الامامي خطيره. طيب كابتن شريف، كابتن حسام البدري قد يعتمد على انهاء المباراه في الشوط الاول باحراز هدف، هل ممكن يكون في دور لعماد متعب؟ خاصة انه نادي الاهلي عنده مواجهة امام طنطا يوم الجمعة ومحتاج ان هو يبقى عنده مخزون استراتيجي، هل ممكن ان يكون هناك ادوار لعماد متعب؟ المخزون الاستراتيجي اللي حضرتك بتفضل وتقول عليه ده مع الفرقة كلها الحقيقة، مش عماد متعب بس. حسام بدري ما بيبصش للميديا وما بيسمعش، حسام بدري عنده مسار ماشي عليه، خط اهداف، اللعيبة كلها فهمته استراتيجيه. احنا كنا نتكلم ايه لما يبقى في مدرب، لا ده متربي مع اللعيبه دي بقاله كام سنه دلوقتي، حفظوه وعارفينه هو شكله ايه، فايتر وبيحب اللعيب الفايتر، مقاتل وبيحب اللعيب المقاتل. حسام البدري ما عندوش بينه وبين اي حد مشكله، غير انه زي ما انت بتقول اول هاف تايم يبقى 1-0، لا ده 2-3-0 النهارده، يبقى 2-3-0 هينزل عماد متعب عشان يجامله عشان يلعب؟ لا ده بينزل عماد متعب عشان يخليه 4 و5 و6. انا عايز اقول لك على حاجه، نعم، احنا لو هنتكلم على اي فريق غير الاهلي بيلعب الاسيوطي، نعم، اي فريق موجود في الدوري، اي فريق موجود في البطوله، مش هنقول كل الكلام اللي قلناه، يعني انا مش هتكلم على اي حاجه بعد كل الكلام ده. ده ماتش ايه؟ ده ماتش الاهلي والزمالك واهداف عماد متعب الجميله. احنا لسه هنتكلم على عماد متعب يا جماعه. لا هو بس احنا بنفكر ده فرق التاريخي. لا ده انت بتتكلم على الجمهور بيحبها، يقول لك ايه عماد متعب جناح تاريخي، امال عماد متعب والناس اللي بتلعب محمود الخطيب والناس واحمد بلال دي لعيبه، وخالد بيبو دي لعيبه حطوا لنفسهم تاريخ في المنطقه دي، مصطفى عبده، عبد العزيز عبد الشافي، الناس دي حطت علامات تعيش عليها طول العمر، اهداف تعيش عليها طول العمر، احنا مش لسه بنقيم ابو تريكه ولا بنقيم بركات ولا محمد شوقي ولا ناس. لا لا لا، ده في ناس احنا اوت اوف كوتشن، شايف الفنت وشايف الرجاء، شاف رؤيته وترجمته لهجمه هو عايز يجيبها، كل ده موجود عند عماد متعب. معاه ايه ده؟ هتلاقي الحركه بقت مش اتقل سنه، ثقه بقى، عايزين الثقه. كاس مصر انا عايز الثقه، شايف الكوره دي هيجيبها ايه؟ طلقه طلقه، شوف انا فاكرها لحد النهارده، طلقه بتتشاط جوه الجول. موجود انت في الاستاد؟ انا كنت موجود ساعه وطرت من الفرح، لان انا عماد متعب ده بالنسبه لي حاله خاصه الحقيقه، هو حسام غالي والنادي حاجه متعه في الاداء، بيخلونا قاعدين مطمنين. انا عايز اقول لك على حاجه بس النقطه بتاعتي، اي حد بيلاعب فريق غير النادي الاهلي، احنا مش هنقول انا وربيع كل الكلام ده، احنا مش يقدر يلعب جيم مفتوح، يقدر يلعب على الاطراف، يقدر يروح، يقدر يخش فيه جول يعوض اي فرقه، مش هقول لك. انما النادي الاهلي ما شاء الله، الله اكبر، بدون حسد يعني وبدون كلام كتير، الاسيوطي يملك لاعبين عندهم مهارات ان هم يروحوا على الجول ويسددوا ويجيبوا، ده مع احترامي لكل الدنيا، يملك. انما النادي الاهلي ده توليفه تانية، شغل تاني، اداره تانية، نظره بعيده جدا، شخصيه لاعبين كان
شيخ طه بيتكلم عنها دلوقتي الدكتور طه، شخصيه لعيب بتحرر في الملعب هم اللي بيعملوه مش المدرب. المدرب زي ما انت قلت انت وربيع اتفضلته فيتيكال فيتنس عدوه 10 10 عشان يقدر ينفذ. انا لما يبقى في كره بيني من اللعيب وبعدي منه بسرعتي والعب كره عرضيه الراجل اللي جاي بكل ارتياحيه بحطها بالعرض، كم مره شفناها السنه دي؟ كتير جدا. يعني الناس بيبقى ليها، انت عارف يعني ايه تروح تعدي كل الخطوط ربيعها ويروح لاعب كره يلاقي واحد جاي هو جون فاضي فعلا حاطط ده فيتيكال فيتنس. نعم. احمد الشيخ قاطع من ناحيه اليمين كروس بياخد الكره من ورا المدافعين بياخدها ويروح بكل سهوله، والجمال بقى على طريقه روما لما حط الكره في روما بيحطها بليسنج كده برده في الدوله الضيقه بشماله. دي شخصيه لعيبه، دي شخصيه اداء، ده حريه لعيبه. هو حسام بدر نزله قال له انت حطيتها من اليمين تروح للشمال وتجيب لي الجون بهذا الشكل، ده سعر اللعيبه اللي موجوده. اتفضل القرار شكله عامل ازاي؟ دي لفه، ده واحده من احلى الاهداف بيسموها 360 درجه هوب بيتلف الكره. هو دي انا اللي بقول له انت لما تجيلك كره هتاخدها، ده ديزيشن، ده قرار لعيب. عشان كده هو لابس الفانيلا الحمراء، عشان كده هو موجود، عشان الجماهير دي كلها عشقته وخلته نجم. وائل جمعه قدامك اهو، مين اللي قال على وائل جمعه مسك دروجبا وعمل وائل جمعه؟ هو لو دروجبا ده ربيع لو مسك وائل جمعه ده جاب منه 6 7 اجوان كان خلاص. وائل جمعه ده لا راح في حته مش اللي هو فيها دلوقتي. نعم. فاللعيبه هي ان شاء الله لما بتنفذ تعليمات ربيع وتعليمات مختار وتعليمات حسام وتعليمات الشيخ طه وتعليمات احنا النادي، انا بتكلم ربيع علينا احنا النادي الاهلي، احنا اولاد النادي الاهلي. لما حتى بنبقى في موقع تنفيذي للكوره او للاداره او اي حاجه احنا عندنا المفهوم اللي احنا بنقدر نمشي عليه. فمع احترامي لاي فرقه بتلعب في الدوري مش ضد الاهلي، انا بحدد الاهلي بس، تقدر تعمل اي حاجه في الملعب. انما هتلعب قدام الاهلي برجع تاني من هو كابتن ربيع لازم تحترم فرقه النادي الاهلي اكتر ما انت متخيل. انك انت يعني ما يجيش كابتن علي ماري يقول لك ايه انا بكره هعمل مشكله للكابتن حسام، من حقك انك تحلم كويس، بس مش من حقك كمان لو النادي الاهلي توفق تتغلب 6 و7 يبقى فيها مشكله عندك انت في وجودك. نعم. فيبقى التحركات بحساب، الدخول بحساب، الحظ ليا ربنا يعني ربنا هيديني. عارف يا فاروق لما تلاقيني انا محترم الاخر ربنا بيديني يا كابتن ربيع، ما بتبقاش الحكايه سهله كده. بيقول لك لا انت على قد امكانياتك، النهارده كنت في الملعب يبقى معلش الاهلي اقوى شويه او انت من اقوى شويه ممكن تاخد تعادل، ممكن تجيب جول وتطلع 3-1 2-1، بيبقى لك وجود، بيبقى لك شكل حتى الناس بتتكلم عنك بقى. فبالتوفيق للفرقتين الحقيقه، وان كان النادي الاهلي في مساره الطبيعي انا بشكرك وبكره ان شاء الله وبشكر ان انت اديتينا المساحه ان احنا نطلع اللي في قلبنا للناس. الناس بيقابلونا في الشوارع بيقولوا لنا نفس الكلام اللي احنا بنردده ده والله. يقول لك انا عايز صالح جمعه، واللي يقول لك طب ما هو يا جماعه كابتن حسام بدري هو اللي ما عندوش خصومه مع اي حد، هو اللي جاب صالح ولعبه، هو اللي قال انا اقدر اعوض غياب اي حد حجازي تريزيجيه، هو اللي شايف ان النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب. النادي الاهلي بما حضر، النادي الاهلي هو الكيان اللي ما شاء الله الله اكبر ربنا بيثبت كل يوم يا ربيع ان النادي الاهلي ده فعلا حاجه فريده الحقيقه، حاجه محصونه. كل الاعضاء حتى اللي فيه والناس اللي بتتفرج وخلاص بلاش نشز، حتى بقينا عندنا كيان مرسوم كده بنتحرك فيه يا كابتن ربيع. بكره ان شاء الله لقاء النادي الاهلي مع الاسيوطي هيكون في تمام 7 مساء على استاد القاهره، استاد القاهره كده الواحد لما بيرجع يشوف النادي الاهلي بيلعب فيه بتبقى يعني في كيمياء ما بينه وما بين النادي الاهلي، النادي الاهلي وجماهيره يعشقوا استاد القاهره كثيرا. وان شاء الله ان شاء الله حلم استاد الاهلي ما يكونش بعيد، استاد الاهلي الجديد. خلينا نفكر حضراتكم ان بكره ايضا غير لقاء النادي الاهلي هيكون في مواجهات في الجوله ال 13 لعمر الدوري العام، هتبتدي بمواجهه طلائع الجيش امام الرجاء في الساعه 3:45، لقاء صعب على كلا الفريقين. كابتن ربيع طلائع الجيش خسر باربع اهداف في اللقاء السابق، كانت نتيجة قاسية وكان أول تجربة للكابتن حلمي طولان، وأيضا الرجاء منتشي بالتعادل مع الزمالك للكابتن عماد النحاس. هي ماتش صعب طبعا، فرقتين في 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 طبعا في مركز متأخر جدا، الجهاز الجديد الكابتن حلمي طولان مع طلائع الجيش مع الطموح الرجاء طبعا مع عماد النحاس، وبدأ الفترة الأخيرة يعني ثبات النتائج بقت أحسن بكتير من الأول. ماتش في الملعب، ماتش في ملعب الفرقتين، مطلوب من المدربين شغل كتير جدا، مطلوب من اللعيبه شغل كتير جدا، مطلوب جهد، مطلوب اخلاص، مطلوب فنيات. انا من وجهه نظري التوفيق التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى، لكن الفنيات انا احترم المدرب اللي عنده فنيات، احترم
اللي عنده مجموعه وظائف. فده ماتش يعني كوره، يعني ماتش هيبقى فيه كوره، ماتش هيبقى فيه كوره، ماتش هيبقى فيه كوره، ومفرقتين كويسين وبالجهاز الجديد ومع طموح الرجاء يبقى ماتش كوره وماتش كويس ان شاء الله. المواجهه الاخرى في الخامسه، المصري سيستضيف الداخليه على ملعب برج العرب. فريق الداخليه وشخصيته الدفاعيه مع كابتن علي عبد العال امام كابتن حسام حسن مع المصري. كيف ترى هذه المواجهه كابتن؟ والله المواجهات دي زي ما ربيع بيقول الجهد في الملعب بيبقى له شكل تاني. انا الماتشات اللي هي دي كل ما كان في مجهود وتركيز جوه الملعب بتبقى له اسبقيه في احراز الاهداف. المصري يقدر يعود في اي وقت في المباراه للسرعات اللي موجوده وامكانيات لعيبه والروح اللي المصري كان تعادل في اخر اللقاء امام الانتاج. حسام حسن وابراهيم بيبثوا روح غريبه في اللعيبه. عشان كده دايما النادي يقول لك ايه، صعب قوي ان المصري يتغلب. يتغلب من فريق زي النادي الاهلي، انما ما يتغلبش من بقيه الفرق. عنده المفاتيح وعنده الامكانيات جوه الملعب. الداخليه عليها مجهود كبير قوي انها جاري حسام حسن وفرقته. نفس الشيء بالنسبه للداخليه، هي متعادله امام النصر في دون اهداف، واذا كلا الفريقان متعادلان في اخر لقاءاتهم امام الفرق المنافسه. طب نذهب للقاء الاخر في تمام السابعه والنصف، هو ام بي والانتاج الحربي الاسبوع ال 13. فريق ام بي هزم امام النادي الاهلي باربع اهداف في اللقاء السابق. هل هيعوض كابتن ايهاب جلال هذا؟ خاصة انه هيواجه مدرب محترم صراحة كابتن مختار مختار في الانتاج. التعويض بتوفيق الله ثم الكفاح الفني، يعني في فنيات في تشكيل وتوظيف وإدارة مباراة قراءة منافس وتحضير، ما بجهز فرقتي. حالة الانتاج الحربي الثلاث ماتشات الأخر كسب ماتشين وتعادل ماتش، حالته فنيا أعلى، فنيا أعلى. أنا شايف حالة الانتاج بالحاج بكابتن مختار بجهازه الفني بإدارته بلاعبيه حالتهم الفنية كويسة. الدليل إنه ثلاث ماتشات خد منه سبع نقاط. الحالة الفنية بقى بتاع الإم بي، أنا من وجهة نظري أنا شفته في ماتش الأهلي حالته الفنيه بعيده كل البعد. مش هو ده امبي، مش هو ده ايهاب جلال. فاكيد ما في ترتيب حسابات فنيه اخرى. مظبوط. طبعا ترتيب حسابات اخرى يعالج السلبيات. فالطبيعي ما انا متهيألي هيبقى ماتش قوي ان شاء الله، فنياته عاليه جدا في اثنين مدربين ولاعيبه على اعلى مستوى. طيب يوم الخميس ان شاء الله هتستكمل الجوله ال 13 في ملعب بني سويف. مصر المقصه المنتشي بفوز باربع اهداف على طلائع الجيش امام النصر، والنصر حتى الان في المركز ال 16 8 نقاط. ومصر المقصه مع كابتن عماد سليمان ابتدى يستنشق رائحه الفوز، وفوز كبير على الجيش باربع اهداف. بقت عليه مسؤوليه كبيره قوي بالاداء اللي حصل كابتن عماد السنه اللي فاتت. ورث تركه كبيره قوي يا فاروق. هو دلوقتي في المركز الثامن 15 نقطه. الحقيقه اللعيبه حست بخطوره الموقف، اللعيبه حست باسم الفانيلا الكبير، اللعيبه حست بالاداره قد ايه مسانده، اللعيبه حست بقدوم مدرب من روح النادي الاهلي برضو. عماد عنده برضو شيء، لو فكر بشويه تدعيم في الشهر الجاي ده للفريق ان شاء الله الفريق هيبقى يرجع لمكانته تاني. هو اتاخر شويه انما معلش بيكسب فرق عنده البيز، يعني عنده الاسلوب، عنده الطريقه. اللعيبه تقدر بشويه توجيهات والحاله البدنيه اللي كنا لسه بنتكلم عنها، لما بتدب فرق محترمه بتقدر تشيلهم، بتقدر تساعدهم، يقدروا يروحوا يفتحوا من على الخطوط ويرجعوا تاني يعوضوا نص الملعب بتاعهم، يقدر الخطوط تبقى متقاربه. كل ده انا شايفه في المقصه انه بيحاول يعوضه وبيحاول يبقى له وجود. طيب في مواجهه اخرى، ومواجهه الجريحين، وادي دجله امام المقاولون العرب. وادي دجله كان هزم باربع اهداف امام نادي الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب كان خسر بثلاثه اهداف امام نادي سموحه. كابتن ربيع، اقاله ميدو استقدام كابتن طارق العشري اول لقاء بالنسبه له، اما نادي المقاولون مع كابتن محمد عوده في استقرار وفي اداء جيد هذا الموسم، كيف ترى هذه المواجهه؟ هو الاعلى، هو الافضل، هو الاحسن. المقاولين بصف فاز على هزيمه في الاسبوع اللي فات، انما ماشي كويس جدا بخطه كويسه، كويسه ترتيبه كويس جدا، عنده افراد كويس، 19 نقطه، عنده شق فني تحترمه. بيكسب بيه عوده، عامل شغل كويس مع مختار افراد كويسه. عامل حاله كويسه، الشكل فني رائع بيكسب بيه. اعتقد هو الاعلى. دجله احواله الفنيه هو ال 17 8 نقاط، يعني احواله الفنيه طبعا احترمنا الميد واحترمنا الاداره دجله، لكن مش ده دجله بتاع الماضي، لا اللي قبلها ولا قبلها. دجله بعيد
واعتقد انه حالته الفنيه في الفتره الاخيره مش مظبوطه يعني، فالفوارق هتبقى من وجهه نظر انا لصالح المقاولين العرب. اخر المواجهات يوم الخميس هتبقى مواجهه كبيره، الزمالك على استاد القاهره هيستضيف نادي الاسماعيلي، الزمالك في المركز الرابع 19 نقطه تعادل امام الرجاء، اما الاسماعيلي ففي صداره الترتيب 27 نقطه ولكن لعب 12 مباراه. كابتن شريف كيف ترى هذه المواجهه؟ ارى اسماعيلي، اسماعيلي اقوى بكتير. انا ما فيش انا مش لاقي حاجه اتكلم عن نادي الزمالك، انا قاعد اقول النادي الاهلي بيروح يمين وبيروح شمال وبيخش من العمق، الزمالك بعيد قوي، اللعيبه بتلعب بعيد عن بعض، ما فيش فكر، مش لاقيين بعض، ما فيش فيتيكال فيتنس اللي احنا بنتكلم عنه في كل الفرق، ما فيش احترام للخطوط اللي قاعده بره، مفيش لاعب اللي يلبس فانيله النادي الزمالك، مش ده نادي الزمالك انا بدور فيه على المنافسه، دايما كنت بتقولوا والزمالك دايما بيبقى متاخر بس يجي للمركز الثاني وموجود، لا الزمالك مش موجود خالص. نعم. الزمالك عايز شده كده جامده جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني نفسه، المدرب يتكلم مع اللعيبه باسلوب ثاني، يحفظ حاجات كتيرة ويطلع كل حاجة موجودة عند، أنا شايف اللعيبة بتشوح لبعض في الملعب، الجداد اللي هم جايين اللعيب جاب له جون ولا اتنين وبيشوح لزميله، لعيب قديم ومعرفش ايه بيقول له أنت ما بيشوط كورة بره، في واحد بيكلمه يقول له اديني أنا، يقول له أنت ده أسلوب، ده لو خلاص بقى في النادي الزمالك عليه العوض يعني، مش ده الفرقة اللي احنا بندور عليها. الإسماعيلي شايف وأنا بيقدف عامل ده كأنه راكب مركب وبيعدي سبق بيعدي فيه، بيحاول بيدي كل اللي عنده، حتى اللعيبه الكبار الخبرات اللي موجوده بتدي للعيبه الصغيرين اللي حواليه، عندهم مهارات في اي وقت يقدر يخطفك. نعم. في اي وقت يقدر يروح على الجول، وعمل كده مع النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي كانت سهله؟ ما كانتش سهله ابدا يا كابتن ربيع، مباراه الاهلي والاسماعيلي، انك انت ليك التفوق فيها انك تستغل الاهداف اللي بتجي لك، ده توفيق برضه من عند ربنا كبير. نعم. انا بحترم النادي الاسماعيلي قوي في وجوده، ومشفق على نادي الزمالك بهذا الاداء، يلحق يلم نفسه، لا اما الحكايه هتبقى زي ما انت بتتكلم على وادي دجله كده والمقصه ابتدى وحش، والحكايه بقى خلاص، احنا عايزين فاكر زمان يا كابتن ربيع كنا بنخلص الدوري فرق بونت وفرق 2 بونت وفرق 3 بونت، يعني ده كان كبرنا احنا عمر مباراه، وكانت مباراه الاهلي والزمالك دايما بتحدد مسار الدوري العام شكله ايه، المره دي هروح العب الزمالك وانا فارق 15 18 بونت، ده شكل ما يعجبناش احنا حتى على نادي الزمالك، كلنا بنعشق الكوره، كلنا بنعشق نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك واداريين نادي الزمالك كل حاجه، انما حرام ان فرقه زي نادي الزمالك دي يبقى بهذا الشكل. طيب كابتن ربيع ليه تقييم على هذا اللقاء، خاصه ان الزمالك والاسماعيلي كلاهما تعادل في الاسبوع الماضي، الاسماعيلي تعادل امام بتروجيت بدون اهداف، والزمالك تعادل امام الرجاء بهدف مقابل هدف. هو لو انا مسكت الجوانب الفنيه بالنسبه نادي الاسماعيلي هو الاعلى فنيا، احنا ما شفناش فنيات في نادي الزمالك. يعني انت بتتكلم على التقل الفني المباراه خلال احداثها. هل حضرتك شايف الفوارق الفنيه ما بين الزمالك والاسماعيلي؟ الاسماعيلي فريق، الزمالك فردي الى حد ما؟ هل تقصد هذا؟ لا، هو حضرتك انا بتكلم على حاجتين، اللاعب والمدرب. نعم. ما هو احنا خلي بالك مش كل اللي اشتغلنا بيه قالوا لنا المدرب، والعكس، يعني المدرب له دور. وجود طبعا في تجهيز فرقه، في تشكيل، في توظيف، في اداره، في قراءه منافس. نعم. في خدك في اداره مباراه، في سير مباراه، احنا قلنا كابتن طلع لك شخصيه المدرب وشخصيه الفريق بتبقى موجوده، يدخل فيك جول، تجيب جول، تتعادل، سير المباراه ده مدرب، خد بالك، انما اللعيب بقى له دور في مواقف. يا محمد انا جات لي كوره في ال 18، طلعت كوره من على خط المرمى، شتبت كوره، اخطات، ده لاعب. فانا شايف حاله الاسماعيلي الفنيه بالمدرب هي الاعلى، حالة الزمالك باللعيبة بالمدرب هي الأقل، وده اللي شفناه والدليل النتائج اللي شفناها. في نهاية حلقتنا اليوم طبعا بشكر ضيوفي الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم، نورتني وشرفتني يا فندم. الله يخليك يا فاروق، بشكرك وبشكر كابتن ربيع على اليوم الجميل وحلقة موفقة بإذن الله. الحمد لله. أيضا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ربيع ياسين، كنت مشرفني ونورني دايما. شكرا محمد، شكرا كابتن شريف، متشكرين. شكر موصول لكل طاقم العمل، ان شاء الله النصر يكون حليف النادي الاهلي غدا مواجهه امام الاسيوطي في استمرار مسيره التقدم حول ركوب الدوري العام في جدول المسابقه، وان شاء الله النادي الاهلي دائما وابدا يكون له الامجاد، بطوله رقم 40 الكل يبحث عنها في هذا الموسم مع النادي الاهلي والكابتن حسام البدري. برضو بشكر حضراتكم، ان شاء الله غدا هيكون لنا تغطيه خاصه للقاء الاهلي والاسيوطي، تحياتي حتى ألقاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.